اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامج هنا العاصمه. النهارده معانا حوارين. اول حوار هيكون عن الزياده السكانيه. في مجالات كتيره الدوله بتتقدم فيها وبتقدم فيها خدمات للمواطن بشكل كبير، بنحاول ان احنا دايما نسلط عليها الضوء من وقت للتاني. لكن زي ما بنتكلم عن هذا التقدم في المجالات الخاصه بحياه الناس وازاي ممكن انها تتقدم في الفتره اللي جايه وتكون مرضية للمواطن ولمتطلباته وتوفر حياة جيدة ليه ولأسرته، لازم نتكلم عن المواطن نفسه، عن الزيادة السكانية اللي هي ممكن أن تكون واحدة من التحديات قدام المجالات اللي احنا بنحاول ان احنا نتقدم فيها كدولة. الزيادة السكانية الحديث فيها بدأ من فترة طويلة جدا، لأنه الزيادة السكانية ممكن انها تقف أمام الخدمات اللي احنا عمالين نتكلم عنها والتطوير والمستقبل. لازم يكون في حديث عن هذه الزيادة اللي بتلتهم ثمار التنمية. الزيادة السكانية الدولة وضعت لها استراتيجية للحد منها، في مبادرات بنشوفها من وقت للتاني، في توصيات كمان بتخرج من الأساتذة والمسؤولين والقارئين للمشهد السياسي والاقتصادي، لأن الزيادة السكانية مرتبطة بالاقتصاد وأيضا بالمتغيرات والقرارات السياسية. الدولة صحيح النسبة الأكبر فيها من الشباب، وده طبعا بيعتبر من الإيجابيات للوطن، لأي دولة الشباب لما يكونوا هم النسبة الأكبر المفروض أن الدولة دي بترتقي وبتتقدم وبيكون إنتاجها أكبر وأقوى. لكن إحنا عندنا الأمور بتختلف، المعادلة يعني محتاجة لنظرة وقراءة أخرى. ليه؟ لأنه إحنا محتاجين أن الشباب ياخدوا الطريق الصحيح، يلاقوا الحياة اللي عايزينها، يلاقوا المستقبل اللي بيتمنوه، وده طبعا إذا كان في تعداد جيد، في مكان جيد، إذا كانت ظروفه الحياتية كويسة، ظروف الأسرية المجتمعية، أكيد كل الأمور ممكن إنها حتى لو فيها مشاكل يتجاوزها، إنها حتى لو فيها صعاب ممكن إنه يكون هناك من يمد يد العون أو المساعدة لي. ولذلك الزيادة السكانية هامة على كافة الأصعدة. قبل ما نتكلم عن أي تقدم أو أي خطوة بتتاخد من الوزارات والمؤسسات على مدى الحكومات المتعاقبة، لازم كمان نتكلم عن الزيادة السكانية وعن المواطن وعن المبادرات اللي بتقدم في هذا الشأن. وزارة التضامن عندها برنامج اتنين كفاية. اتنين كفاية بمعنى إنه الأسرة لو عندها طفلين هتقدر إن هي كأسرة، كأم وأب، إن هم يقدموا لهم كل المفروض يتقدم ليهم علشان يكونوا بعد كده نافعين لوطنهم، على مستوى بقى التعليم، على مستوى الحياة بشكل عام، المدرسة، النادي، كل ده لو هو لقاه كطفل وحياته استمرت وهو بيكبر على نفس المستوى الجيد، أكيد الظروف هتختلف، أكيد هيشعر بكل ما يقدم ليه مستقبلا في كل المجالات. مش هينفع نتكلم عن التقدم في المجالات دي وإحنا عندنا التضخم والزيادة في عدد السكان. ده أول حوار معانا. الحوار الثاني هيكون إزاي نؤهل الشباب لسوق العمل. إزاي نؤهل الشباب لسوق العمل؟ ده سؤال بنسمعه في الراديو، بنسمعه في التلفزيون، في البرامج، بنقراه. يمكن يكون كمان في شركات متخصصة في ده، في مبادرات بتنادي بأنه الشاب قبل ما يتقدم لأي وظيفة لازم يكون عنده الأدوات بتاعته اللي بتميزه عن غيره، اللي تخلي الوظيفة دي تقبله، اللي تخلي الوظيفة دي تختاره، من غير ما يقول أنا ما لقيتش فرصة، أنا رحت بس حظي وحش، أنا مش عارف ليه الدنيا معايا عاملة كده. أكيد لازم يدور في مهاراته، في كفاءاته، في شهاداته اللي معاه، إذا كانت كافية لمتطلبات العصر الحالي ولا لا. الدنيا طبعا صعبة، والكلام ممكن حد دلوقتي يكون بيسمعني يقول كلام سهل، لكن في الحقيقة أنه ده الواقع. لازم يكون في تطور بعد الشهادة في الخطوات العلمية، في الخطوات العملية كمان. احنا بنشوف ناس من وهي بتدرس بتشتغل وبتحاول انها تتدرب في المجال اللي هي بتدرسه او في مجال تاني على فكرة، ممكن تكون شايفة فيها موهبة تقدر انها تنتج فيها اكتر. يعني المحاولات دي اكيد ثمارها
كويسه اكيد هتاهلها انها تدخل للوظيفه بعد التخرج، او بعد التخرج وبعد ما يخلص الدراسه يكون عنده كمان فرصه تانيه ان هو يدرس اكتر، ان هو ينمي موهبته او مهاراته او اي شيء عنده شايف انه بيميزه عن غيره يخليه اكبر واقوى علشان يقدر انه يكون حياه عمليه جيده ينجح فيها ويتقدم فيها، والمهم انه يكون بيحبها. ممكن يكون ورثها من العائله كمهنه، ازاي ممكن انه هو كمان يشتغل عليها اذا كان هو شايف نفسه فيها وشايف انه هو هيكمل المسيره. كل ده في كيف نؤهل الشباب لسوق العمل، والمبادره اللي هي بتضع الشاب او الشابه على الطريق الصحيح. ممكن حضرتك او حضرتك تلاقوا النهارده في الحوار ده فرصه او مساحه تفهموا فيها ازاي ممكن قبل ما تتقدموا لاي وظيفه تكونوا مستعدين تماما، وبعد كده الباقي على ربنا، بس المهم وعلى الاقل تكونوا عملتوا اللي عليكم. دي اول نقطه معانا، ان يعني ادعوكم لمتابعه حواراتنا النهارده. والخبر الاول خاص بالفعاليات لليوم الثالث لشباب منتدى شباب العالم في دورته الثانيه اللي بيقام تحت رعايه وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقريبا 5000 شاب وشابه في مصر، اكثر من 150 دوله موجودين النهارده في استضافتنا في شرم الشيخ، ووزراء وسفراء وشخصيات عامة من الدول العربية. الرئيس السيسي النهاردة في اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم كان بيوجه بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية قومية لمناقشة تعظيم الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في توصيات منتدى شباب العالم. السيد الرئيس قال إن أي محاولة لمواجهة أو منع وسائل التواصل الاجتماعي مش هتنجح، لأن وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة هي واحدة من الأمور الأساسية في الحياة، ولازم نتعامل مع الواقع ولازم ننجح في الاستفادة من الواقع ومن وسائل التواصل الاجتماعي في كل المجالات. الرئيس السيسي كمان أكد إنه الدول المتقدمة بشعوبها ممكن إنها تتعايش مع تحديات السوشيال ميديا، وإنها ما تتأثرش بسلبيات السوشيال ميديا، وعلى العكس فوسائل التواصل الاجتماعي بتأثر على الجميع ليس فقط في مصر، طبعا الكلام هنا موجه ومقصود بالمنطقة بالكامل، وإذا كان في تأثير سلبي فده بسبب قلة الوعي بالتعامل مع السوشيال ميديا، أو إنه ممكن انه حد يعتقد خطأ انها شيء سلبي او شيء ضد التقدم في الفترة الحالية، على العكس زي ما السيد الرئيس اشار في كلمته من الممكن ان يتم توظيف السوشيال ميديا لصالح الدولة، لصالح الشباب، لصالح المجتمع بالكامل بكافة أطيافه وطوائفه. نسمع هذه الكلمة للسيد الرئيس في اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، ونستكمل الحديث عن فعاليات اليوم الثالث. الحقيقة يا ريس إن القانون الجديد الصادر عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هو أصبح بيمثل عائق كبير قوي قوي في ممارسة العمل المجتمعي لينا وممارسة النشاط المجتمعي اللي احنا بنعمله في الجمعيات، وده بقى عبء كبير قوي علينا أكتر ما هو بقى بيساعد في إن احنا نساعد الناس. فطبعا أنا هستأذن سيادتك إني بالسلطة الموكلة ليك من قبل الدستور طبعا إن حضرتك أو سيادتك تبتدي ترجع تاني القانون ده لمجلس النواب بحيث إن هو يتناقش مرة أخرى، واحنا ما عندناش مانع كشباب ان احنا نريد طبعا ان احنا في حوار مجتمعي نريد ان احنا نشارك فيه ونكون قائمين على ادارته كمان. انا بتفق معك، ايوه صحيح، لان انا مؤمن بالعمل اللي بتقوم به منظمات المجتمع المدني، واظن انتم يعني شايفانا واحنا في كل افتتاح من الافتتاحات اللي احنا بنعملها للاعمال اللي ذات سمه خيريه. دايما اقول معانا الأرمان، معانا مصر الخير، معانا كذا من منظمات مجتمع مدني. أنا معاكي ومعاكي إن القانون كان فيه فوبيا، أنا آسف إن أقول التعبير دوت، كان فيه فوبيا، التخوف على مصر من المنظمات، وإحنا فعلا يعني عايز أقول إيه، ممكن تلاقي إن القانون بشكل أو بآخر يعني لم يتم تفعيله وتنشيطه خلال الفترة اللي فاتت في إطار
الكلمة اللي انت او التعليق ده او الرأي اللي انتم قلتوه واللي انا متوافق معاكم فيه، ولكن ما كانش ساعتها ممكن ابدا ان القانون يطلع من البرلمان بالشكل اللي طلع بيه ونتحرك فيه بشكل سلبي. فاحنا كل اللي قدرنا نعمله ان احنا يعني ما تحركناش بفعالية في تنفيذه، على امل ان احنا نتحرك في اعادة صياغته بشكل يتناسب مع الدور اللي بتقوم به منظمات المجتمع المدني. واللي انا بقول للناس اللي موجودة معانا بتسمعنا، احنا بنتكلم على اكتر من 50,000 جمعية بتقوم بدور رائع جدا في مصر، واحنا محتاجينه، لانها احنا محتاجينه لان الدولة فيها 100 مليون مصري وفيها ناس كتير جدا تحتاج هذا الدعم من جانب منظمات المجتمع المدني التي تنظم جهود المصريين الفقراء مع الأغنياء، القادرين مع غير القادرين. فأنا عايز أطمنك، طبعا أطمنك وأطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارج مصر، على أن احنا في مصر حريصين على أن القانون يبقى متوازن ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد. أنا بطمنك على النقطة دي. الجزء اللي سمعناه من كلمة الرئيس في فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ كان خاص بقانون الجمعيات الأهلية، وكان طبعا في أسئلة زي ما شفنا دلوقتي موجهة للسيد الرئيس، وكان الرد خاص بالضوابط والمعايير التي يجب أن تكون بشأن قانون الجمعيات الأهلية وأعداد الجمعيات الأهلية والتعامل مع هذه الجمعيات في إطار قانوني. السيد الرئيس وجه بوضع إنشاء مدينة لشباب أفريقيا. الحقيقة شباب أفريقيا والتعامل مع الدول الأفريقية و2063 وأفريقيا التي نريدها هي من أهم وأبرز عناوين منتدى شباب العالم 2018. النهاردة إحنا بنتكلم عن الشباب الإفريقي. في اليوم الثالث للمنتدى كان الشباب الإفريقي هما المحددين في الحديث عن أفريقيا. الشباب الإفريقي وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المؤتمرات الدولية اللي بتنعقد في مصر كانت واحدة من التوصيات اللي بيتم الحديث عنها النهاردة كمنتج من منتجات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. الهدف من الحديث عن الشباب هو إنشاء مدينة شباب إفريقيا في مصر، وهو يعني واحدة من الأمور الهامة لشباب القارة الإفريقية اللي بتخليهم يتابعوا أهم ما يحدث في مصر من مؤتمرات، من محافل على كافة المستويات السياسية والاقتصادية الفنية الرياضية، التبادل الثقافات ما بين مصر وما بين كافة الدول الإفريقية، تبادل أيضا الحوار ما بين الشباب وما بين المدعوين في هذه المحافل وهذه المهرجانات أو المنتديات أو المؤتمرات اللي بتقام على أرض مصر كواحدة من الدوائر اللي بتتسع وبيتم النظر إليها لتشمل الجميع في إفريقيا، وحتى يتم الحديث عن كافة المجالات وكافة التحديات والصعاب التي تواجه الدول الإفريقية تحت مظلة في مصر بتجمع كافة الشباب مع طبعا الخبرات اللي بتكون موجودة على أرض مصر في هذه الأحداث من كافة دول العالم، وليس فقط كضيوف من المنطقة العربية ولكن من كل دول العالم. السيد الرئيس دعا إلى ضرورة تغيير الثقافة فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني. خلينا نسمع ما يخص الشباب الإفريقي ونعود ونتحدث عن الجزئية الخاصة بالتعليم الفني. فيما يخص التوصية أو فكرة مدينة شباب أفريقيا، أنا بحييك على وبحيي الضيف اللي من صربيا على الفكرة، وإحنا في مصر هنخليها أحد التوصيات اللي في مصر هنا تبقى مدينة شباب أفريقيا، نتيح لشبابنا الإفريقي مش بس على قد المؤتمرات الدولية اللي بتتعمل كل سنة، ولكن ايضا على مدار العام نتلقى ونستقبل ابنائنا من شباب القاره ونتحدث معهم، واذا كان في تاهيل نقدر نقدمه ممكن نتحرك في الاتجاه ده، ودي هتبقى اللجنه المسؤوله عن التوصيات، ارجو ان هي تضع التوصيه ديت بتاعه الاستاذه دينا في هذا في توصيات المؤتمر. يعني
السيد الرئيس دعا أيضا لضرورة تغيير الثقافة المصرية بشأن خريجي التعليم الفني. الرئيس قال في الكلمة في هذا الإطار أننا لا ننظر فقط إلا لخريج الشهادة الجامعية في الوقت الذي ننظر فيه إلى الفني مهما كانت كفاءته وقدرته على تقديم العمل الجيد بشكل غير مناسب. أكد الرئيس أيضا أن الحكومة المصرية بتسعى السعي الحثيث لتغيير الواقع في مصر، ولكن من المهم أن يكون عندنا الثقة في نفسنا لإحداث هذا التغيير. والسيد الرئيس ذكر أيضا أنه الناس بتقول أننا متأخرين في التعليم، لكن الأولويات كانت عند الدولة بتحتم عليها أنها تقف على الأوضاع في بعض المجالات الأخرى حتى لا تنهار. وأثناء هذا كان وزير التربية والتعليم يعمل مع المجموعة المعنية بالتعليم، وأطلقنا في 2016 بنك المعرفة، ودعا كذلك للاهتمام بمستوى لياقة الطلاب في الجامعات من باب الاهتمام أيضا بالطلبة ليس فقط على المستوى التعليمي ولكن أيضا على مستوى الصحة، وقال عاوز ولادي ينظر لهم بالبنان. خلينا نسمع هذا الجزء الخاص بالعملية التعليمية في مصر وكيف نظر إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في اليوم الثالث لفعالية المنتدى. احنا اتفقنا معهم على ان احنا بنقول انت هتديني شهاده، هذه الشهاده معتمده في مصر وفي بالظبط في المانيا وفي المانيا، يعني اعمل هنا طالما انك انت وافقت على ان درجه الكفاءه ودرجه الجوده اللي هو خرج بيها تؤهله للعمل في سوق العمل. ما تتكلمش على سوق العمل المصري، اتكلم على سوق العمل على الاطلاق. انا بس بقول لكم عشان تبقوا، عشان انا عايز اجل كلامي للاخر الحقيقه، لكن عشان احنا محتاجين نبص على التحديات اللي بتقابل كل اللي انتوا بتفكروا بيه ده، مش الايمان بس بالنظام وبالطرح الجديد اللي احنا عاملينه، لكن الايمان بان احنا نغير من ثقافتنا كمصريين، بان احنا لا ننظر فقط الا الى خريج الشهاده الجامعيه. صحيح. والفني مهما كان كفاءته وقدرته حتى على ان هو يبقى يقدم عمل جيد ما يتبصلوش بالشكل المناسب. يعني السيد الرئيس أيضا أضاف أنه التوك توك عمل مشكلة كبيرة في مصر، والناس اللي بتتحرك 100 متر بتركب توك توك، والناس تقريبا ما بقتش بتمشي بسبب التعامل مع التوك توك تحديدا كيعني واحدة من الأمور الخاصة بالمواصلات اللي أصبحت موجودة بنسبة متزايدة في الفترة الأخيرة في مصر وفي أماكن متعددة ومختلفة. وكان ليها النصيب في حديث السيد الرئيس النهاردة في المنتدى في الفعاليات الخاصة باليوم الثالث. خلينا نتابع. أنا شايف أن في الجامعة الولاد والبنات مع احترام اليوم دول ولادي، لا وزنهم لازم ده معناه مفيش رياضة. صحيح. وللدكتورة رشا من فضل حضرتك في من ضمن معايير الاختيار يتحط العامل اللي هو طبعا، وللدكتوره هاله مع انتوا بتحبوا بلادكم وبتحبوا ولادكم، ولا عايزين نقول كلام حلو اسقف وامشي؟ لا 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 طبعا طبعا. انا عايز ولادي ينظر لهم بالبنان. طبعا عايز ولادي ينظر لهم بالبنان. الناس تطلع ليهم اكنهم مرسومين. الولد ابو الشاب يعني او الفتاه، لا 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 اللي انا ده كده حتى مش مقصودة خالص يعني، بس دي لفتت نظري جدا وحتى في الأكاديمية. لا طبعا ده نص الوزن عايز يتشال، نص الوزن عايز يتشال. اوعى تزعلوا يا دكتور رشا، انا بكلمكم يعني. فلا الناس تمشي، وما هو التيك توك عمل مشكلة كبيرة في بلدنا. صحيح والله التيك توك عمل مشكلة كبيرة جدا في بلدنا. بقى النهارده الناس بيتحرك من 100 متر جوه مدينته او الحي بتاعه التوك توك ياخده، الناس ما بتمشيش. صحيح. لا الناس تمشي وتمشي وتركب يعني الوسائل المواصلات دي، بس في الحاجه اللي فوق الكيلو اذا كان صحته ما فيش فيها مشكله.
السيد الرئيس أشار لنقطة مهمة جدا. طبعا موضوع الوزن بصراحة ونص الوزن عايز يتشال، ممكن تكون دي قضية دلوقتي عندنا بنعيشها، يعني ناس كتيرة قوي بتسعى لده خاصة في الأعمار الصغيرة. ده فعلا ممكن يكون شيء لافت للنظر إنه الأعمار الصغيرة ممكن أو الطلبة أو الطالبات ممكن نلاقيهم في أوزان متزايدة، ده ليه علاقة بشكل أو بآخر بالصحة العامة والتغذية السليمة. فيعني ممكن تكون دي رسالة مضمونها كبير جدا وهام جدا، لأنه احنا كمان عندنا حملة مهمة في مصر وهي حملة 100 مليون صحة. فطبعا من ضمن الحاجات اللي بيتم الكشف عليها السكر والضغط والسمنة، والسمنة هنا ما بقتش مرتبطة بأعمار معينة زي زمان، لا ممكن نلاقي بنت صغيرة وممكن نلاقي شاب، وده الحقيقة نسبته كبيرة للأسف الشديد، بيتقدموا للكشف عن السمنة وازاي يعالجوها. وطبعا ده بيربطنا بعد كده، ربنا يديم الصحة على الجميع، لكن للأسف هو بيربطنا بأمراض كتيرة. ممكن يبقى حد صغير ونلاقي عنده الضغط أو السكر أو لا قدر الله أمراض القلب، يا ربنا يعني يبعد عن الجميع أي مرض ويحفظ كل الناس. لكن دي نقطة مهمة جدا مرتبطة كمان بسلوكنا في التغذية اللي ممكن ناخد بالنا منه متأخر قوي بالنسبة كمان تحديدا للأطفال، ونبتدي بقى ندربهم إزاي يأكلوا بتبقى خلاص الوقت فات، يعني بتحصل بقى مشاكل إزاي يأكلوا بطريقة كويسة تفيدهم، إزاي يأكلوا الأكل الصحي يبعدوا عن الأكل من بره. ممكن يكون التوقيت مهم جدا لأنه بيبقى صعب بعد كده بعد ما الناس تبقى خدت على شيء معين إن احنا نغير النمط الحياتي ده أو السلوك الغذائي ده، وأنا شايفة أنها رسالة جادة جدا. يعني الموضوع الثاني في النقطة اللي سمع في الجزء اللي سمعناه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته النهاردة في فعاليات اليوم الثالث خاصة بالتوك توك، السيد الرئيس أشار للتوك توك سريعا بأنه الناس بقت بتستخدمه، الناس ما بقتش بتمشي، الناس بقت بتعتمد عليه. الإشارة للتوك توك هنا بتتضمن نقطة خاصة بالتوك توك اللي بقى موجود في حياتنا وموجود على طرق طبعا ممكن يعني نستغرب انها موجودة، يعني عليها التكاتك زي الدائري مثلا زي الطرق العامة، ده شيء يعني اكيد يعني غير مقبول لانه هيعمل حوادث، هيعمل مشاكل، هيعمل لا قدر الله اي شيء يعني مضر لاي بني ادم على الطرق العامة دي. فالاشارة بقى هنا للتوك توك كشيء دلوقتي اصبح معتاد عليه في حياتنا، للترخيص للتوك توك ده، دي نقطة مهمة جدا. الترخيص هي اللي هتقن من الأدوات اللي هتقنن استخدام التوك توك في الشوارع. القانون سمح بالترخيص من 2008، التكاتك اللي عندنا لحد النهاردة مترخصة تقريبا بس 200,000. طبعا التكاتك اللي في الشوارع أكتر بكتير من 200,000، يعني لازم يكون في خطوات اكبر. التكاتك فعلا بقت في حياتنا كتيره جدا، وفي ناس بتعتمد عليها في دخلها اليومي، وفي ناس بتعتمد عليها في حياتها، وفي ناس بتعتمد عليها في عملها وان هي دي الوظيفه. احنا ما جيناش جنب النقطه دي خالص، احنا بنتكلم على ترخيصها واهميه ترخيصها علشان نضمن انه الناس اولا اللي بتسوق مش اطفال زي ما بنشوفها، ما بتشربش مخدرات مثلا، لما تحصل اي حادثة اعرف اتصرف، اعرف اقول لهم رقم، اعرف يعني اجيب التوك توك ده اللي عمل الحادثة دي ومشي. يعني اكيد في رسوم كمان بتدفع على التكاتك اللي بتترخص لانه بياخد بنزين مدعم، الطرق اللي بيستهلكها، المساحات اللي موجودة عليها التكاتك في اماكن كتيرة دي برضو لازم ننظر ليه. الترخيص بقى بيغنينا عن مشاكل كتيرة جدا للتكاتك اللي زي ما السيد الرئيس قال بقت مهمة وبقت الناس بتعتمد عليها، بقت الناس ما بتمشيش بتاخدها. طيب ترخيصها هنا وضعه ايه؟ خاصة ان هي عمالة تزيد،
إذا كانت هي مهمة كوظيفة لناس كتير، فإحنا كمان محتاجين إن إحنا نشوف المعايير الخاصة بعمل التكاتك وفقا لقواعد ووفقا للقانون اللي هو الفيصل النهائي في كل شيء. دي كانت النقطة الأخيرة الخاصة بحياتنا في مصر، اتكلم عليها السيد الرئيس في مجال التعليم وفي مجال المواصلات. بقى لنا نقطة واحدة خاصة بأكاديمية الشباب، وأكاديمية الشباب هي واحدة من التوصيات اللي بيخرج بها منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. النهاردة تم التطرق إليها في اليوم الثالث لفعاليات المنتدى، نسمع كيف تم النظر لها ونعود مرة أخرى. اللي أنا عايز أقوله للمصريين إن إحنا بنتعامل مع الأكاديمية الوطنية وبنحريصين على أن الفكرة، لأن ممكن الفكرة تبقى جيدة وإحنا بننفذها من غير ما نقصد يعني يحصل ترهل لها. إحنا حريصين على أن الفكرة تفضل فكرة متماسكة، وبنقول أن إحنا بنطورها وحنطورها على طول، لكن إحنا خليناها تبقى معبر ننتقي منه بجد العناصر الشبابية القادرة على العطاء. الوعاء ما شاء الله ضخم جدا، وعاء شباب مصر ضخم جدا، فمن حق الشباب القادر الماهر اللي عنده مواهب وعنده قدرات انه ياخد فرصته في التعليم والتأهيل الجيد، ثم ندفع به الى المناصب حتى تستفيد الدولة به. احنا متحركين بدوزة، ما اقول ان الفكرة بتاعت الاكاديمية الوطنية للتأهيل مثال، عشان بس نبقى عارفين. لما قلت ان احنا هنخليها معبر، احنا قلنا ان مثلا عناصر الخارجية، عناصر النيابة العامة، قبل كده كان في آلية للانتقاء وللتأهيل ليهم، لكن ما كانش في فرصة ان احنا نديهم ننتقي معهم كمان، وكمان نديهم فرصة أكبر للتأهيل داخل الأكاديمية، ومن خلالها نستطيع أن نضخ دماء مطورة تطوير يتناسب مع الظروف اللي احنا بنمر بيها في عصرنا اللي احنا موجودين بيه. أنا بتكلم في، ومش عايز أعدد نماذج أخرى، أو يعني كل طلبة الكليات العسكرية دلوقتي بيتم اختبارهم اختبار داخل الأكاديمية الوطنية للتأهيل، ثم وبالاختبار ده نقول ان هم بقوا يعني جزء من عملية التقييم وعملية الفرز للشخصية اللي احنا بننتقيها. الخلاصة اللي احنا عايزين نقولها في ده ان احنا متحركين، ولكن التوصية اللي بوصيها لزملائنا في الأكاديمية والمعنين بيها، اوعوا الأكاديمية تترهل وتصبح آلية يعني تفقد الجدارة وتفقد الحوكمة اللي احنا حرصنا منذ إنشائها نبقى موجودة فيها. إذن أكاديمية تدريب الشباب، السيد الرئيس طبعا تحدث عنها في إطار إنها أكاديمية هتفضي في النهاية لما نأمل إليه من شباب قادر إنه ينهض بهذا الوطن في مجالات مختلفة. ومن أهم النقاط اللي أشار إليها الرئيس في كلمته عن أكاديمية تدريب الشباب إنها تبدو متماسكة ويتم الحفاظ عليها وعلى الضوابط الموجودة في هذه الأكاديمية حتى تأتي بالأهداف المرجوة منها. دي كانت إطلالة سريعة على أهم ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم اللي بتستضيفه شرم الشيخ. كان في النهاردة ندوات كثيرة جدا، الندوات يعني طبعا كلمات السيد الرئيس اللي سمعنا أجزاء منها كانت من ضمن هذه الندوات، ومتابعة الرئيس وحضوره لهذه الجلسات والندوات والمناقشات اللي كانت موجودة مع ضيوف الندوة على المسرح وضيوف المنتدى في القاعة الخاصة بالحضور الكريم.
عندنا طبعا رسالة في هنا العاصمة منذ بدء منتدى شباب العالم. زميلنا هشام الرباط بيكون معانا بيدينا التقرير الخاص باليوم. في نهاية اليوم أكيد في تفاصيل أكتر موجودة عند هشام، وأكيد معاه ضيوفه اللي كمان بيساهموا في أننا نعرف المزيد عن المنتدى وعن الأصداء والأجواء المحيطة بفعاليات المنتدى في يومه الثالث. برحب بيك هشام، والنهارده كان في اكيد ما هو مختلف في اليوم الثالث، يعني بنستمر في المنتدى بالافكار المقدمه والمطروحه من الشباب والتوصيات ايضا اللي المفترض ان يخرج بها هذا المنتدى. ايه اخر الاخبار يا هشام؟ تحياتي لك رهام وللسادة المشاهدين من هنا من مدينة شرم الشيخ. تتواصل فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، وهنا اليوم الثالث من هذا المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 5000 شاب وفتاة يمثلون ما يقرب من 160 دولة من مختلف أنحاء العالم. اليوم الثالث من المنتدى تضمن عددا من الجلسات وورش العمل وصلت لأكثر من 14 جلسة كانت تتنوع ما بين التعامل مع التكنولوجيا والمحاور التنموية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي. كانت الجلسة الأولى التي انطلق بها هذا اليوم وكانت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي جلسة كانت تحت عنوان مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها، وخرجت هذه الجلسة بعدد من النتائج والتوصيات، أبرزها أن تشكيل لجنة أو مجموعة بحثية لبحث ودراسة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأدواتها، وتعظيم ووضع استراتيجية لتعظيم الاستفادة من هذه المواقع بصورة إيجابية. أيضا كانت هناك نتيجة خلصت إليها هذه الجلسة بأن الدول الأكثر تقدما هي التي تتعامل أو لها القدرة على التعامل مع التكنولوجيا بطريقة آمنة عكس الدول الأقل تقدما. أيضا كانت هناك توصية بضرورة أنه يجب علينا بناء الشخصية التي تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي واستخدامه بطريقة آمنة. كانت هناك هنا أيضا في شرم الشيخ يعني عدد من الجلسات الهامة الأخرى، منها جلسة كيف نبني قادة المستقبل والتي خرجت بتوصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت بشأن القارة الإفريقية، وهي حيث أوصى ووجه بإنشاء مدينة لشباب إفريقيا. هذه المدينة ليست مقتصرة فقط على الأوقات أو المواعيد التي تكون فيها مؤتمرات دولية تقام على أرض مصر، ولكن لتستقبل شباب القارة السمراء طوال العام. هذا المنتدى يعني كما نعلم يولي عناية شديدة بقارة أفريقيا، وتأتي هذه التوصية بالتوازي مع التوصيات التي خرجت بالأمس التي أبرزها ضرورة دراسة تدريس التاريخ الإفريقي للأجيال الجديدة، وتدشين تطبيق للهواتف المحمولة بعنوان أفريقيا خالية من الأمراض، وذلك ليتيح للمواطنين التواصل مع المستشفيات والسيارات الإسعاف. كذلك أيضا إقامة منصة للتجارة الإلكترونية للربط بين الموردين والمنتجين داخل القارة السمراء، وكذلك تعظيم دور واستخدام القوى الناعمة بشكل أوسع في مجالات الفنون والموسيقى وغيرها من المجالات لتكون تعبيرا صادقا عن هوية هذه الدول. كانت هنا أيضا جلسات كثيرة على مدار اليوم، واختتمت هذه الجلسات بنموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية التي خرجت وشدد فيها المشاركون على ضرورة أن تكون لقارة إفريقية يوضع لها
برامج معينة لتكون أمة متحدة في كل شيء وفي كل المجالات، وكذلك يعني توحيد التنوع الثقافي أو إحداث نوع من التناغم بين في التنوع الثقافي بين هذه البلدان داخل القارة السمراء. وكانت هذه ختام جلسات المنتدى اليوم وسبقها عدة جلسات أخرى في أكثر من قاعة في نفس التوقيت. يعني كما تعودنا في هنا العاصمة منذ بداية ومنذ افتتاح منتدى شباب العالم أننا نسمع آراء ومقترحات ممن يشاركون في هذا المنتدى، سواء بأوراق بحثية أو مقترحات أو ما إلى ذلك، وتفاصيل أكثر من هذه الجلسات المعني بها منتدى شباب العالم. معي واحدة من الفتيات التي جاءت من صعيد مصر وبالتحديد من محافظة أسيوط، وهي إيمان طلعت، وهي عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشاركت في أكثر من جلسة، لكن اليوم شاركت في ورشة عمل الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. في البداية برحب بحضرتك وعايز أعرف ورشة العمل النهاردة إيه اللي حصل فيها وإيه اللي تم فيها بالظبط؟ اهلا بيك يا فندم. في الاول في البدايه، هي النهارده ما كانتش ورشه عمل، هي كانت عباره عن جلسه مبنيه على ورشتين عمل كانت يوم واحد واثنين اللي هو الخميس والجمعه اللي فاتوا. كانت في ورشات عمل لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه نحو مجتمع متكامل. الورشات دي كانت بتستمر لمده اكتر من 5 ساعات، كنا بيبقى فيها مجموعه من الاشخاص ذوي الاعاقه ايا ما كانت نوع الاعاقه بتاعتهم، سواء كانت سمعيه بصريه او اعاقه حركيه، فكنا بنبقى متواجدين معاهم، بنمارس نفس الأدوار، بنعيش نفس الإحساس اللي هم عايشينه، سواء كان فقدان البصر أو الإعاقة الحركية، بصورة إن إحنا بنتعايش بنفس الأسلوب اللي هم متعايشين بيه، بحيث إن إحنا في النهاية بنوصل للمعاناة اللي هم موجودين فيها علشان نقدر نخلص في نهاية الورش لتوصيات بتعرض في الجلسات. اليوم التاني اشتغل بنفس الطريقة، بس خلصنا مجموعة من التوصيات اللي هي عرضت النهاردة في الجلسة مع السيدة الدكتورة غادة والي، وكان عندنا امبارح جلسة تحدث تبع موضوع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كان بيتكلم فيها نماذج على مستوى العالم عن تجاربهم الشخصية مع الإعاقة. السيد الرئيس أولى اهتمام خاص بعام 2018 بالأشخاص ذوي الإعاقة، لأن هو أعلم من بداية العام إن عام 2018 هو عام ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلشان كده أفرد في المؤتمر ورشتين اللي هو يوم 1 و2 نوفمبر، وكمان جلسة تحدث للنماذج والتوصيات. والنهاردة أعلنا التوصيات أمام السيدة غادة والي اللي خرجت ليها ورش العمل. كان من أهم التوصيات اللي احنا اتكلمنا فيها إن السيد الرئيس أصدر قانون لذوي الإعاقة في شهر 2/2018، ولم تصدر اللائحة التنفيذية. لا، فاحنا طالبنا النهاردة بإصدار اللائحة التنفيذية، لأن صدور اللائحة التنفيذية بعد المراجعة مع بعض السادة النواب من أصحاب ذوي الإعاقة قالوا لنا ان اللي بيحصل ان بتتحل اغلب الازمات اللي خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه من خلال ان هم النقط المروريه، تمهيد الطرق، ان احنا نوفر لهم الاعضاء التعويضيه اللي هم بيستخدموها. ده كان في جانب قانوني. اتكلمنا كمان عن تفعيل المجلس الاعلى لشؤون الاعاقه، وان هو بقى مجلس خاضع لرئاسه الجمهوريه مباشره عشان يبقى الدور اقوى من خضوعه لرئاسه الوزراء. كان من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عليها اللي هو الاهتمام بصحه الام والطفل، لان لما عملنا احصائيه فوجئنا ان في اعاقه اللي هي من خلال التقزم، ان في افريقيا واسيا منتشر فيها التقزم، وده بيكون مع العامل الوراثي بسبب سوء التغذيه. فاحنا مصر بتترأس الاتحاد الافريقي في شهر 12 اللي جاي، فاحنا من خلال ترأس مصر لهذا الاتحاد فاحنا بنتكلم في مشكله عامه اللي هي فكره التقزم، وان ده نوع من انواع الاعاقه، وان ده بيحصل نتيجه سوء التغذيه. فاحنا بنقول ان احنا بنضع له حل من خلال البرامج العالميه للتغذيه، يبقى الطفل عندي هنا في مصر بنفس الطريقه، والام بتحصل على ده من الفتره البدائيه بتاعتها في اوائل الحمل. اتكلمنا كمان عن ان لازم يكون في نشر وعي جيد قوي لكيفيه التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه. يعني احنا في الورك شوب كنا بنشتغل على اني انا ممكن اجي احرك شخص ذوي اعاقه بالكرسي بتاعه فاتسبب له في حادث ضرري، لان انا مش عارفه. كنتوا بتعملوا تبادل للادوار في ده؟ بالظبط. كان معانا مجموعه من ابطال مصر اصلا موجودين جوه الورشه، زي كابتن ابراهيم حمدتو وكابتن شريف، كان في مجموعه من الابطال موجودين معانا، وكانوا بيورونا ده عملي، اني انا ازاي ممكن انت تيجي تساعدني مساعده، وانا المساعده بتاعتك دي في النهايه بتاثر عليا بالسلب، انك ممكن توقعني من على سلم لان انت مش عندك ممارسه. فخرجنا بالنهايه ان لازم يكون في وعي ما بين المواطنين في المجتمع عموما، مع الاطفال في المدارس، ان احنا ننشر الوعي في المدارس وننشر الوعي في الجامعات في النوادي في كل مكان، لان احنا
فكرتنا مش ان احنا بنطلع بزاوية الاعاقة لمجتمع منفصل، احنا بنخليه شخص لوحده معزول سواء كان في المدرسة في فصول خاصة او في مدرسة خاصة بيهم، لا احنا عايزين ندمج هذا الشخص داخل المجتمع بكافة الصور اللي هو المفروض يتعامل بيها. كان من اهم الحاجات اللي بيطالب بيها الاشخاص ذوي الاعاقة واللي احنا لما مارسنا الدور ده حسيناه ان هو لازم يكون موجود، فكرة تهيئة البيئة، انا لازم يكون عندي بيئة مهيئة اني انا اتحرك فيها، ما يبقاش عندي معوقات اثناء الحركة، سواء كان بتحرك في هايبر ماركت ما يبقاش عندي الرامب اللي انا بتحرك فيه، لا لازم يكون في مكان لحركة خاصة انا اتحرك فيها لذوي الاعاقة، لازم يكون عندي كل حاجة مهيئة في البيئة بحيث ان يكون ده سليم. وكان حتى عندنا في بنتكلم ان احنا تحدثنا عن كل الاقتراحات او المطالبات اللي احنا يكون في تسهيل لذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع، يعني عايزين ننوه ايضا الى ان شباب الاحزاب او تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين لم تشارك في هذه الجلسه فقط، بل شاركوا في عده جلسات اخرى خلال منتدى شباب العالم، ليست هذه جلسه تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه فقط وانما جلسات اخرى. ايضا غدا سيكون هو اليوم الرابع لهذا المنتدى واليوم الاخير من منتدى شباب العالم، وستصدر توصيات هذا المنتدى في الساعه الخامسه من مساء الغد لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة السريعة على جلستكم اليوم. شكرا يا فندم، تحياتي للجمهور. شكرا إليك الكلمة مرة ثانية ريح. شكرا جزيلا هشام الرباط من شرم الشيخ، كان بينقل لنا الفعاليات الخاصة باليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ. شكرا جزيلا كمان لضيفتك الكريمة الأستاذة إيمان طلعت. شكرا هشام دائما معنا وبيوفينا بالأخبار وأصداء الجلسات والندوات اللي بتقام في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. الخبر اللي جاي مرتبط بخبر سابق كان خاص بطبيبة توفيت، الطبيبة دي في ظروف حاولنا ان احنا نتأكد منها كبرنامج، وحاولنا ان احنا نتواصل مع المؤسسات ومع المسؤولين، والخبر كان يعني في مضمونه انه الطبيبة توفيت نتيجة وجودها في المستشفى مستشفى المطرية، وكان صعقا بالكهرباء، والكلام ده كان في شهر أكتوبر اللي فات. لما حاولنا نتأكد في هنا العاصمة وحاولنا ان احنا نتكلم مع وزارة الصحة في نفس يوم الوفاة، لأنه طبعا الخبر كان ليه مساحة كبيرة جدا على السوشيال ميديا والناس كانت مهتمة جدا بتفاصيله وإزاي ده حصل وإزاي هي دكتورة يعني تموت بالصعق الكهربائي داخل مكان عملها، ومكان عملها ده أصلا مستشفى فيها ناس كتيرة وفيها مرضى، مكان مليان يعني بالمواطنين، فكانوا عايزين رد وإجابة على أسئلتهم، وإزاي أنه الدكتورة سارة أبو بكر رحمها الله توفيت في المستشفى اللي بتشتغل فيها مستشفى المطرية بالطريقة دي. وكان في صور كمان أكيد اللي بيسمعنا عارف يعني طبيعة الصور دي، كانت بتشير إلى الأسلاك اللي موجودة في المستشفى وإزاي إن الأسلاك دي هي اللي أدت لوفاتها. وطبعا كل الكلام ده حاولنا إن احنا نناقشه مع الوزارة اللي رشحت الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفى المطرية لعمل الاتصال التليفوني مع هنا العاصمة لشرح حقيقة ما حدث ده وقت الحادثة يوم الوفاة في منتصف شهر أكتوبر الماضي. والدكتور صفي رد علينا وأكد إنه الوفاة طبيعية، ما فيش أي إهمال في المستشفى، وما فيش حقيقة للصور اللي بيتم تداولها، وهو إنه في سلك كهرباء يعني هو السبب في وفاة الدكتورة سارة أبو بكر ربنا يرحمها. النهاردة بقى الأمور خدت منحنى آخر تماما. السيد المستشار نبيل صادق النائب العام أحال 4 من المسؤولين في مستشفى المطرية التعليمي في قضية وفاة الدكتورة سارة أبو بكر في مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء في شهر أكتوبر الماضي. أحال 4 مسؤولين في المستشفى للمحاكمة الجنائية العاجلة، وتم تحديد جلسة بكرة إن شاء الله للمحاكمة أمام محكمة جناح المطرية. التهمة الموجهة ليهم إيه؟ الإهمال. والنيابة الإدارية طبعا بتواصل التحقيق في القضية في الشق الإداري طبعا منها.
البيان الصادر عن مكتب النائب العام بيقول إن أمر الإحالة ضم عدد كبير من المهندسين في الهيئة العامة في المستشفيات والكبير عفوا المهندسين في الهيئة العامة في المستشفيات والمعاهد. وطبعا هو نفسه اللي مسؤول عن أعمال تطوير مستشفى المطرية التعليمي والملحقات للمستشفى. الشخص الثاني اللي بتوجه ليه التهمة، تهمة الإهمال، نائب مدير مستشفى المطرية التعليمي للخدمات ومدير الإدارة الهندسية في المستشفى واللي مختص بمتابعة أعمال الصيانة. طبعا أعمال الصيانة دي أكيد هي اللي ليها الدور الأكبر، يعني بحكم يعني معرفتنا يعني أنه أسلاك وكهرباء أكيد محتاجة للصيانة من وقت للتاني عشان ما تعملش أي مشاكل أو لا تودي بحياة أي أحد. 4 متهمين دلوقتي محبوسين ويتم تحويلهم للمحاكمة، والتهمة الإهمال. النيابة وجهت هذه التهمة إنهم أهملوا القيام بواجباتهم الوظيفية بأنهم يشرفوا ويتابعوا أعمال صيانة تطوير توصيلات المياه والكهرباء بالمبيت الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي اللي ماتت فيه الدكتورة سارة، واللي نتج طبعا عنه إصابة الطبيبة اللي توفت بالصعق الكهربائي. ربنا يصبر أهلها. الست بتشوف شغلها وكانت في مكان عملها وكانت يعني بتتعامل بشكل طبيعي وبثقة مع المؤسسة اللي هي بتعمل معها. خلينا ناخد التفاصيل من يعني المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية التفاصيل الخاصة بالشق الإداري، لأنه طبعا في هنا أكتر من جانب في القضية اللي احنا بنتكلم عليها. فعلشان نكون محددين، تليفوننا خاص بالشق الإداري. برحب بسيادة المستشار محمد سمير. سيادة المستشار، التحقيقات وصلت لفين؟ تحقيقات النيابة الإدارية في قضية وفاة الطبيبة سارة أبو بكر. تمام، يعني أولا أهلا بيك يا أستاذة ريهام. أهلا بيك. زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، كان معالي المستشار النائب العام النهاردة صدر عنه بيان الصحفي اللي حضرتك قريتيه من شوية بحالة 4 متهمين بخصوص الواقعة المتعلقة بالإهمال الذي تسبب في وفاة الطبيبة رحمها الله. على صعيد آخر، النيابة الإدارية يمكن معالي المستشار أماني الرفعي أحالة الواقعة دي مباشرة للتحقيق منذ تداولها في وسائل الإعلام. تمام. وحيلت للمكتب الفني لرئيس الهيئة. التحقيقات يعني يمكن ما زالت جارية، وخليني أوضح هنا نقطة مهمة جدا. النيابة الإدارية هنا مش بتشتغل فقط على الواقعات اللي حدثت التي أدت لوفاة الطبيبة. النيابة الإدارية هنا شكلت لجنة، اللجنة دي طلبت منها فحص كل المبنى الخاص بالمستشفى بالكامل. تمام. مش فقط المكان الذي تسبب فيه الـ يعني الإهمال والسلك الكهربائي والمياه إلى صعق الطبيبة رحمها الله، ولكن المبنى بالكامل، تقدم تقريرها عن المبنى بالكامل، بحيث ان احنا مش بس بنحاسب الذي تسبب بخطئه في الوفاة من الناحية الإدارية، ده احنا بنحاسب اذا كان هناك ثمت اخطاء ولو لم تؤدي الى الوفاة، لان دي من شأنها لو تركت انها تؤدي الى مخاطر اخرى قد تعرض حياة المواطنين المترددين على المستشفى او طاقم التمريض او الاطباء بنفسها للخطر. الحقيقة التحقيقات لسه ما زالت سارية، وان شاء الله يعني هي اوشكت على الانتهاء. بمجرد ما يتم الانتهاء منها هنصدر عنها بيان صحفي في هذا الخصوص. طيب سيادة المستشار، التحقيقات هي طبعا سارية واحنا في انتظار النتيجة، لكن ما تشير إليه حتى الآن، لأنه طبعا هنا سيادة المستشار نبيل صادق النائب العام أحال المسؤولين 4 في المستشفى المطرية التعليمي في قضية وفاة الطبيبة سارة أبو بكر بتهمة الإهمال والتقصير. إذن التحقيقات إلى الآن تشير إلى الإهمال في العمل؟ بالفعل فيما يتعلق بالشق اللي أصدرت عنه النيابة العامة طبعا، وممكن سيادتك ترجع لها في هذا الخصوص، هو الشق المتعلق بالإهمال الذي تسبب مباشرة في وفاة الطبيبة رحمها الله. إنما زي ما قلت لحضرتك، إحنا بناخد الإهمال في المستشفى كلها وليس فقط في الواقعة دي، ومن ضمنها طبعا بالتأكيد الواقعة دي بنتصرف في الشق الإداري في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة في هذا الخصوص، ولكن كمان بيزيد عليه زي ما قلت لحضرتك كل من تسبب بخطئه في ثمة إهمال كان من شأنه تعريض الآخرين للخطر. القضية دي يا سيادة المستشار هتاخد وقت طويل، يعني قضية مستشفى الخنكة التحقيقات خدت سنين، احنا لسه شايفين النتيجة قريب، فهل متوقع لقضية سارة أبو بكر نفس المدة؟ طيب يعني شكرا لحضرتك انك وضحتي النقطة دي، كنت حابب جدا ان انا اوضحها يمكن من الاسبوع اللي فات. قضية الخنكة كان ليها ابعاد مختلفة.
قضية الخانقة لك أن تتخيلي حضرتك أن النيابة الإدارية برئاسة المستشار عثمان عفان اللي بشر التحقيقات فيها استمع لأكثر من 360 شخص ما بين شاهد ومتهم في محاضر التحقيق بس، غير اللجان اللي اتشكلت، غير تقارير الصفة التشريحية بتاعت الطب الشرعي، فكان ليها ظروف خاصة. أما القضية دي فلا، الوضع واضح ومحدد، ويمكن يعني هقول لحضرتك هنتكلم في خلال أقل من شهر يعني إن شاء الله تكون التحقيقات قد انتهت فيها ويعلن البيان الصادر عن النيابة الإدارية بشأنها. شكرا جزيلا، بس ما فيش توقيت للتحقيق نتوقع فيه انتهائه؟ لا، هو لا يمكن اي جهة قضائية بتحدد وقت محدد بالذات للتحقيق. ليه هنا؟ لان احنا هنا حضرتك بنشتغل على عاملين هم بالاساس بيبقوا عكس بعض، عامل متعلق بضمانات التقاضي او الديو بروسس او ضمانات العدالة اثناء التحقيقات اللي بتتطلب الاجراءات بشكل معين ومحدد وفقا للقانون، وعامل العدالة الناجزة اللي هي سرعة التحقيقات. العاملين دول احنا بنشتغل عليهم في نفس الوقت، احيانا قد تستطيل امد التحقيقات نتيجه انتظار تقارير لجان فنيه معينه، ولكن في الاخر احنا بنصبوا لتحقيق العداله وفق ضمانات التحقيق الدوليه المعترف بها. شكرا جزيلا المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابه الاداريه. طيب، يعني المستشار نبيل صادق النائب العام عندما يحيل 4 مسؤولين في مستشفى المطريه التعليمي في قضيه وفاه ساره ابو بكر بتهمه الاهمال والتقصير في اداء المهمه الوظيفيه، اذا ما قيل لينا حينما حاولنا ان احنا نتطلع على الامر باكثر يعني شفافيه وباكثر من التفاصيل والدقه علشان نكون محددين في حديثنا على قضية فيها وفاة للطبيبة أو لأي شخص، مش عشان هي بتعمل طبعا في المستشفى، لأي شخص، وخاصة أنه الوفاة صعبة، صعق كهربائي داخل مكان خدمي في المقام الأول، هي مستشفى فيها الكثير من المرضى فيهم اللي فيهم، كنا متوقعين أن الكلام اللي اتقال لنا حقيقي أو هو ده اللي حصل أو ده ما تم التوصل إليه بناء على البيان اللي تم إصداره، لأنه أكيد هيكون ده محل الثقة مع وزارة الصحة. الحديث عن وقع زي دي ببيان صادر من الوزارة يبقى ده بعد ما تم التدقيق في كل الأمور، ومدير المستشفى يقول لنا في البرنامج انه الوفاة طبيعية وانه ما فيش اي حاجة وما فيش اي مشاكل عندنا، ولا في سلك كهرباء عمل حالات وفاة، ولا في عندنا مشاكل في الصيانة، ولا عندنا اهمال. احنا اخدنا الكلام ده محل ثقة. للأسف الشديد بناء الثقة مع المؤسسات، مع الأماكن المعنية بحياة المواطنين، خاصة لما يبقوا بالملايين، بتاخد فترة طويلة وبتاخد وقت كبير، وحينما نصل للثقة بناء على مبادرات بتتم من قبل الدولة، من قبل المؤسسات في الدولة علشان نحافظ على صحة الناس، علشان نحافظ على الناس من ان هم ممكن يتعرضوا لأمراض صعبة، لأمراض خطر، فبنقدم لهم المبادرات الكتيرة دي والعلاج المجاني، يبقى هنا الثقة وصلنا بيها لمنطقة ممتازة. اللي بيحصل ده، ولما النهاردة يخرج مدير المستشفى ويقول الكلام ده ويقوله في وسائل الإعلام يوم الوفاة، يوم الوفاة كان معانا مدير المستشفى تعقيبا على هذا الحادث، ده طبعا بيرجع بالثقة اللي بنتكلم عليها خطوات. دي مؤسسة كبيرة، ما ينفعش تكذب، ولازم تكون واثقة من اللي بتقوله، خاصة لما يكون في وقعة الناس كلها بتسأل ايه اللي حصل فيها وايه حقيقتها وازاي ده حصل مع الدكتورة جوه مكان عملها اللي هو اصلا مكان لارتياد المواطنين والمرضى. احنا هنا بنتكلم على الحقيقة والوضوح والشفافية والنزاهة، كنا نتمنى ان تكون موجودة، لكن الكلام اللي اتقال بعد إحالة النائب العام سيادة المستشار نبيل صادق للمسؤولين في المستشفى بتهمة الإهمال يساوي الكذب، يعني اللي اتقال لنا وقتها كان مش حقيقي، ده النائب العام، ده في تحقيقات، ده في نيابة إدارية، يعني خرج علينا مدير المستشفى بكلام غير صادق تماما وكان واثق وهو بيقوله.
والواقع ليست هينة وليست بسيطة. فكنا طبعا مصدقين جدا اللي بيتقال، وخاصة زي ما بدأت الحديث وقلت أنه لا توجد تزييف في الحقائق، لأنه المؤسسة معنية بحياة الملايين، ووصلنا لمحل ثقة جيد في هذه المنظومة، وبالتالي توقعنا أن الكلام اللي اتقال يوم الوفاة من مدير المستشفى اللي تم ترشيحه من وزارة الصحة محل ثقة، لكن للأسف ما كانش حقيقي. احنا طلبنا كمان على فكرة تعليق من وزارة الصحة النهاردة علشان نستوضح الأمور. الوفاة يعني طبعا ملابساتها كانت محتاجة لتوضيح ولتفسير، وكنا بننتظر من وزارة الصحة انها تكون معانا النهاردة، ولسه مستنيين انه ممكن يكون في اي بيان صادر من الوزارة بعد إحالة النائب العام للمسؤولين في المستشفى، مستشفى المطرية، في واقعة وفاة الدكتورة سارة أبو بكر. صعب جدا إن مؤسسة ما تقولش الحقيقة، وإنه الخبر اللي يتقال من قبلها أو من المرشح منها ما يكونش حقيقي. صعب جدا إن احنا نتصور ده في توقيت احنا في حاجة فيه للحقيقة دائما، حتى لو كانت صعبة، زي ما سيادة الرئيس دائما يقول دي الحقائق ولازم تكون امام المواطنين. فاصل قصير ونلتقي بعد الفاصل مع الزيادة السكانية وكيف نسيطر عليها، خليكم معنا. بالعالي كده السرير يتقسم على خمسة ولا على اتنين؟ اتنين كفاية وعلى قد خلفة العيال مسؤولية بجد. اهلا بحضراتكم مرة تانية. اتنين كفاية هي واحدة من المشروعات والبرامج المهمة اللي بتطلقها وزارة التضامن الاجتماعي، وبقالنا فترة كده بنشوف يعني زي ما تابعنا دلوقتي الدعاية الخاصة بهذا البرنامج، أو علشان نكون واضحين برامج خاصة به اتنين كفاية، بنشوف يعني من وقت للتاني الرسائل اللي بتبث في هذا الإطار من وزارة التضامن. في نقطة هنا مهمة جدا قبل ما نتكلم عن هذه البرامج وهذا المشروع، وهي إنه الوزارة التضامن بتقوله ده، دي نصايح لحضرتك كأم ولحضرتك كعائل للأسرة، دي نصايح للأسرة وللبيت المصري بعد الوقوف على مشكلات كتيرة بتواجهها الأسرة نتيجة الزيادة في أعداد الأبناء علشان نوفر للولاد حياة كويسة. ليست إلزاما، الوزارة هنا بتتكلم بشكل علمي، بتتكلم بشكل واضح إنها بتقدم مهمتها واللي مطلوب منها للأسرة، هي رعاية اجتماعية، ده جزء من وظيفتها. ما ألزمتش حد بالكلام ده ولا بالبرنامج ده ولا بالمشروع ده. دي نقطة كان يجب الوقوف عليها والتوضيح بشأنها. أما التفاصيل مع ضيفتنا في الاستوديو، ضيفة حضراتكم الدكتورة رندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع في وزارة التضامن والمنسق العام لمشروع اتنين كفاية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. دكتور هبدأ معاكي بمراحل البرامج دي ازاي. احنا بنشوف العملية التسويقية والدعائية ليه من خلال الشاشات التلفزيونية ومن خلال السوشيال ميديا، ايه هي كمان المراحل اللي ممكن تكون غايبة عنك؟ الحقيقة بداية الموضوع كان في يونيو 2017، أعلنت الوزارة أنها بصدد دراسة وتطوير برنامج خاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل تحديدا، وده برنامج دعم مالي مشروط بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي. بيستفيد منه حوالي 2,200,000 أسرة. كان الإعلان عن هذا المشروع نظرا لهدفين أساسيين. أول هدف هو تنفيذ الأدوار المنوطة بالوزارة داخل الاستراتيجية القومية المنضبطة للسكان، وده اللي
أعلنته وزارة الصحة والسكان في 2015. أيوة. مجموعة من الأدوار يمكن أهمها مشاركة وزارة الصحة في حملات التوعية، توفير التمويل اللازم للجامعات الأهلية، لأن الجامعات الأهلية الحقيقة ليها دور خاص جدا في الوصول داخل القرى والوصول للثقافات اللي حواليها والتأثير على الأسر. الدور الثالث خاص بتوفير خدمات تنظيم الأسرة للأسر الأكثر فقرا بالمجان. الهدف الثاني من إعلان هذا المشروع الحقيقة أنه هو بيهدف لتحقيق رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لأسر تكافل. اتنين كفاية جاي ضمن مجموعة من المشروعات بتنفذها الوزارة بهدف الارتفاع بالخصائص السكانية للسكان وتقديم نموذج للتغيير المجتمعي. من ضمن هذه المشروعات سريعا نمر عليها مشروع اسمه فرصة لتوفير فرص العمل، مشروع آخر اسمه سكن كريم لتحسين وضع المنازل لهذه الأسر من توصيل طبعا وصلات صرف وتوصيل وصلات مياه، تسقيف للمنازل، يعني مجموعة كده من المشروعات بتهدف لتحسين الوضع العام لهذه الأسر والخروج بها من دايرة الفقر المدقع. طيب المشروع بقى بشكل عام يعني كان في مشروعات مختلفة، برامج كتيرة للحد من الزيادة السكانية على مدار السنوات اللي فاتت كانت الدولة بتقوم بيها، النهاردة مشروع اتنين كفاية عبارة عن ايه؟ ايه اللي مختلف؟ ايه اللي جديد فيه؟ تمام، احنا خلال الفترة التحضيرية اول حاجة كنا مهتمين بيها ان احنا نعرف ايه اهم الاسباب ان الاسر يعني في كثرة انجاب كده. نزلنا يعني محافظات الصعيد ودي المحافظات اللي احنا بنستهدفها بشكل اساسي عشان نعرف من الاسر ايه الاسباب. لقينا ان الاسباب الرئيسية هي مجموعة من المفاهيم الاجتماعية والمفاهيم الدينية الخاطئة، بالاضافة لجزء اقتصادي، التعامل مع الطفل كمصدر رزق، بينزلوا الطفل يشتغل ويجيب لهم يومية. فدي مجموعة أسباب رئيسية هي اللي بتتحكم في الخلفة كتير. اللي عملناه كمرحلة أولى أن احنا حطينا مادة علمية بتعمل على تفنيد هذه المفاهيم، ويمكن دي أول مرة في مصر تكون موجودة أن احنا بنعمل حملات طرق أبواب مش توعية صحية ولكن توعية من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والديني. يمكن لما نزلنا على الأرض وتكلمنا مع الأسر لقينا أن السيدات مش مهتمة قوي بصحتها قد ما هي مهتمية مثلا أنها تربط الراجل، أو أن قناعتها أن هي العيال عزوة أو مستنية الولد أو غيرة حضرتك السلايف. هنا بتشير النقطة مهمة أنه في مشكلة أصلا مع الراجل على عكس ما هو رائج أنه ممكن تبقى الست يعني هي اللي بتسعى. طبعا لا وحملات التوعية الحقيقة اللي احنا بنقوم بيها حاليا من خلال 92 جمعية أهلية قائمة على استهداف الرجل والزوجة والحما، لأن برضو من خلال البحث تبين أن الحما ليها دور كبير جدا خصوصا في الصعيد. احنا نستهدف 1,148,000 أسرة عندها من طفل لثلاث أطفال ومتواجدة على نطاق 10 محافظات. المحافظات دي تم اختيارها بناء على ثلاث معايير أساسية، أن هي المحافظات الأكثر فقرا، الأعلى في معدلات الخصوبة، بالإضافة لوجود أكبر قاعدة مستفيدة من برنامج تكافل. في ثلاث محاور أساسية اشتغلنا عليها في هذا المشروع. المحور الأول حملات توعية مباشرة بطرق أبواب من خلال 2000 متطوع، وزي ما ذكرنا في 92 جمعية أهلية معانا شريكة تم التعاقد معاها وتوفير المنح اللازمة، وده جزء من دور طبعا الوزارة في الاستراتيجية القومية للسكان. الجمعيات دي تم برضو اختيارها وفقا لمعايير. نزلنا زرنا 250 جمعية أهلية على الأرض عشان نتأكد من جاهزيتها وموافاتها لهذه المعايير. أهم المعايير أنها تكون متواجدة داخل القرى، احنا بنتكلم في حوالي 2257 قرية. ما اهتمناش أن احنا ناخد جمعية في المركز يكون شكلها حلو، لا، احنا اهتمينا أن يكون ليها قاعدة شعبية قادرة على التأثير، متواجدة وسط الأسر بتاعتنا وعندها سابق خبرة. معدل الزيارات الشهري عندنا 342,000 زيارة، والحقيقه التكثيف لهذه الحملات كان مهم جدا، زي ما بقول لحضرتك الموروثات يعني كل ما كان في موروثات مصاحبه لنسب فقر عاليه بالاضافه لنسب اميه برضو عاليه. احنا نسب الاميه بين الاسر بتاعتنا واصله ل 62%، كل ما تمسك بالموروثات بيبقى قوي جدا، فلابد من تكثيف حملات التوعيه. طبعا بالاضافه الى ذلك حمله اعلاميه متكامله، حضرتك مشكوره وعرضتي جزء منها، دي حمله تمهيديه لحمله كبرى هيتم اطلاقها في أول 2019. بجانب طبعا حملات التوعية كان لابد أن احنا يعني نوجد خدمات لتنظيم الأسرة داخل النطاقات اللي هنقوم فيها بالتوعية، لأن ما ينفعش أنزل أوعي والأسرة مش لاقية مكان تروح فيه.
يعني احنا عندنا على مستوى الجمهورية 12.6% نسبة حاجات غير ملبية، أسر لديها بالفعل رغبة في تنظيم أسرتها ولكن ما فيش حواليها مكان بيوفر الخدمة، ودي فرص ضايعة الحقيقة. يعني الفرص ضايعة دي في حد ذاتها لو قدرنا ان احنا نسد هذه الفجوات دي بتبقى خطوة جيدة جدا. نزلنا وعملنا حصر 70 عيادة أهلية على مستوى العشر محافظات، وكان المعيار الأساسي أن المنطقة اللي العيادة موجودة فيها تكون محرومة من الخدمة، وده تم الحقيقة بالتعاون مع العيادة تكون محرومة من الخدمة، محرومة يعني منطقة داخل محرومة داخل منطقة محرومة من الخدمة مش موجود فيها الخدمة بتقدم عشان نوفر احنا الخدمة من خلالها. لحد النهاردة تم تطوير 34 عيادة وإتاحة كافة الأجهزة والأدوات، وده وفقا لمعايير طبعا. ليه بيتم فقط التعامل مع الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة؟ لأن حضرتك ده دور الوزارة وفقا للاستراتيجية القومية للسكان، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا الأسر بتاعتنا بنحاول ان احنا نساعدها انها تخرج من دائرة الفقر المدمج، وزي ما أشرت في الأول هي مجموعة من المشروعات بنعمل عليها علشان نرتفع بالخصاء السكانية لهذه الأسر. ايه المحافظات كده في مراحل للمشروع؟ تمام. طيب ايه المحافظات العشرة الأولى وعلى أي أساس بتختاروها عشان تطبقوا فيها المشروع؟ احنا العشر محافظات الرئيسية كما ذكرت تم اختيارها وفقا لثلاث معايير أساسية، انها تكون فيها معدلات خصوبة عالية، يعني لو بنتكلم على مستوى الجمهورية معدلات الخصوبة 3.5. يعني ايه 3.5؟ يعني كل 10 أسر عندها 35 طفل. عندنا سوهاج والفيوم معدلات الخصوبة بتوصل ل 4.6، ده رقم عالي جدا. تمام. فده أول معيار. تاني معيار إنها المحافظات اللي فيها أكثر نسب فقر. تمام. وطبعا أسر تكافل هي يعني الأسر هي الأكثر احتياجا، اللي فيها فقر بتبقى نسبة إنجاب فيها أعلى للأسف طبعا، وده شيء ناس كتير قوي ما بتتفهموش إن إزاي الفقر الشديد بيؤدي للخلفة كتيرة. الحقيقة إن يعني الفقر الشديد بيصحبه خلفة كتيرة لأسباب كتيرة. رقم واحد ان في نسب أمية عالية جدا زي ما ذكرت، فهم متمسكين ببعض الموروثات بالظبط كده. رقم اتنين ان في جزء كبير قوي بيتعامل مع الطفل على ان هو مصدر الرزق، فهي ما جايب الطفل كتير ده بيزود دخل الأسرة من منظورهم، ده من منظورهم اللي هيشتغل يعني ان هو بينزله يشتغل في الغيط، لو حارس عقار بيساعده في شراء الحاجات للشقق، يعني في طبعا ده متواجد في حتت كتيرة. القضية السكانية متباعدة الأبعاد، يعني ليها أسباب تختلف من نطاق كمان إلى آخر، عشان كده احنا اخترنا جمعيات أهلية من داخل الكرة، كل منطقة ليها ثقافة خاصة بيها فيما يخص كثرة الإنجاب، عشان كده كان لازم ان الشركاء بتاعنا يكون من داخل القرى. المعيار الثالث لاختيار المحافظات هو ان فيها اكبر قاعده مستفيده من برنامج تكافل، ودي الاسر اللي احنا بنستهدفها. ايه المشاكل اللي قابلتكم؟ يعني اكيد انتوا دخلتوا في اماكن كتيره مختلفه الثقافات. طبعا ايه المشاكل؟ طبعا هي مجرد ان احنا عرفنا وحطينا ايدنا على الاسباب. الأسباب في حد ذاتها تحدي الحقيقة، خاصة لو اتكلمنا على الجزء الخاص بالمفاهيم الدينية الخاطئة. تحدي لحضراتكم طبعا. طبعا وانتوا بتمارسوا بقى مهمتكم ان حضرتك تنزلي وتقنعي ان مثلا تنظيم الأسرة حرام شرعا، دي جزء طبعا. عشان كده كان لازم طبعا، وعشان كده كان لازم يبقى معانا الأزهر، كان يبقى معانا وزارة الأوقاف، مجموعة من الشركاء لازم يكونوا موجودين معانا. موجودين طبعا موجودين. المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية هو اللي حاط المحتوى الخاص بالمفاهيم الدينية الخاطئة وتصحيحها، وخليني أقول لحضرتك إن هو بيدرب وعظات دينيات تابعات للأزهر وتابعات للأوقاف، وبالفعل نفذوا يقابلوا الأمهات ونفذوا 10,000 زيارة طرق أبواب للأسر بتاعتنا على مستوى 5 محافظات، وده كان من خلال شريك أصيل معانا هو المجلس القومي للمرأة، كان أول شريك لينا الحقيقة. دخلنا مكون خاص بالسكان ضمن برنامج طرق الأبواب الخاص بالمجلس. فلا طبعا ليهم دور كبير جدا، ويعني موجودين معانا في لجنة التسيير المركزية للمشروع، وحاليا بيتم دراسة توحيد خطبة الدين كل 3 شهور، لأن برضو إمام الزاوية داخل القرى ليه تأثير كبير جدا على الأسر، ومش دايما بتبقى الرسائل بتاعته مستندة أو موحدة بشكل منضبط. طيب عملتوا إيه عشان تقنعوا الأسر؟ يعني
مع الثقافة اللي حضرتك بتقوليها دي مش سهل برضو الكلام طبعاً يعني. طبعا عشان كده احنا مكثفين وعشان كده مختارين الجمعيات ومتطوعين معنا 2000 متطوع من داخل الكرة ولاد الكرة علشان طبعا برضو يعني في مناطق يمكن مش اي حد مرحب بيه انه يدخل البيت، فدي كان برضو من ضمن المعايير. في يمكن نقطة قوة شوية هنا في المشروع بتاعنا بتختلف، ان تلاقي الاسر للزيارة يعني بيبقى فيه ترحاب. ليه؟ لأن وزارة التضامن الاجتماعي جهة دعم لهذه الأسر، بتوفر دعم مالي شهري، فبيبقى فيه يعني إيه انفتاح لأن احنا نسمع من الناس اللي دخل علينا من وزارة، نسمع منهم هم عندهم يقولوا إيه. طيب يعني في رسائل توعية بتحاولوا ان انتوا تطوروا منها، بتحاولوا ان انتوا تدوروا على الناس القريبة اكتر للجمهور اللي بتخاطبوه ده؟ يعني هقول لحضرتك دايما يتكلموا عن حملات التوعية القديمة كان فيها كريمة مختار رحمة الله عليها، بيدوروا على الشخصيات اللي ممكن تكون اقرب للست تحديدا مؤثرة. طبعا ده مهم جدا، ولكن خليني اقول لحضرتك ان طبيعه الفتره اللي احنا فيها تختلف شويه. يعني يمكن حضرتك زي ما انت شايفه كده الاعلانات التلفزيونيه بتاعتنا 15 ثانيه، ما عادش فيه الرسائل الطويله دي، لان النهارده الناس ما عندهاش صبر، طبيعه العصر وسرعه العصر مش سامحه للناس تقعد قدام التلفزيون كتير. فاحنا حاولنا نعمل الرساله تكون سريعه فيها مقارنه، وهو مجرد فتح باب لان الناس تبتدي تفكر تاثير الخلفه الكتيره على جوده الحياه مقابل الاسره الصغيره. خليني برضه اقول لحضرتك ان الحمله الاعلاميه دي اتعملت وفقا لاستراتيجيه وخطوات كده تم دراستها بشكل منضبط جدا. احنا عملنا مجموعات تركيز مع اسر من المحافظات اللي بنستهدفها وفي مرحله الانجاب علشان ناخد رايهم. ويعني اول ما تم بث هذه الاعلانات احنا لحد النهارده تم بث 43,000 تنويه تلفزيوني و1100 تنويه اذاعي، بالاضافه ل 129 لافت الطرق. ردت الفعل بتجيلكم؟ طبعا بتجيلنا وهي جيده جدا. يعني في ناس كتير قوي يقول لك فعلا، طب ما انا يعني في الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها وفي ظل الانفتاح، حتى لو مش هنتكلم على الجزء الاقتصادي، في ظل الانفتاح الشديد اللي احنا فيه اصبحت التربيه يعني تحدي كبير لكل أسرة، ما هوش موضوع سهل. عشان تدي وقتك الكافي لابنك أو بنتك أن أنت تقدري تبقي مركزة معاه، أكيد لو معاكي 5 أو 6 مش هتبقي قادرة، يعني مش الطاقة بتاعتك مش هتبقى كافية. الحملة دي بس التنويهات الإذاعية والتلفزيونية تمت الأول من بدءا من 9 سبتمبر، بعد أسبوعين نزلنا عملنا لافتات الطرق. ده كان حقيقة بهدف ان احنا عندنا الاسر بتاعتنا نسبة الامية وصلت 62% كما ذكرت، فاحنا عاملين اللافتات مرئية اكثر منها مقروءة. نزلنا الاول بالاعلانات علشان لما ننزل باللافتات يقدروا ان هم يربطوا ما بين الحملة اللي في التلفزيون والحملة اللي شايفينها على الارض. كل التوفيق لحضراتكم يا دكتور رندا، واكيد الرسالة مش سهلة وفيها صعوبة وفيها تحديات، بس قدها وتقدروا تتجاوزوها، واكيد كمان بتواجهوا النقد. ولذلك كنت حريصه في البدايه ان اقول ما يحدث الان من برامج او مشروعات مقدمه من وزاره التضامن ده عملها ودي مهمتها، ودي نصيحه بتقدمها للحفاظ على الكيان المجتمعي. بالتأكيد. شكرا جزيلا دكتور رندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع في وزارة التضامن والمنسق العام لمشروع 2 كفاية. شكرا لحضرتك يا دكتور. حضرتك شكرا. بعد فاصل قصير، ايه الطريقة وايه المؤهلات والادوات اللي ممكن تكون مع حضرتك او مع حضرتك كشباب بتحاولوا ان انتوا تتقدموا لوظائف شايفين نفسكم فيها، حاسين ان انتوا ممكن انكم تحققوا حاجة جديدة ومختلفة لحياتكم من خلال هذه الوظائف؟ خليكم معنا. بالعقل كده وقتك ومجهودك يتقسمه على 5 ولا على 2؟ 2 كفاية وعلى قد خلفة العيال مسؤولية بجد.
اهلا بحضراتكم مره تانية. الاجواء الشبابيه اللي بنعيشها في مصر، منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بينعكس طبعا على مجالات كتير. اهم المجالات لما نذكر الشباب هي مجالات العمل، التوظيف، علشان نكون محددين ازاي ممكن اي شاب او شابه يتقدموا للعمل وهم واثقين انهم يمتلكون المهارات والادوات اللي تخليهم ان يقبلوا في المهنه اللي اختاروها علشان يحققوا فيها أحلامهم، أو اختاروها لأنهم في حاجة للعمل. ممكن يتم تحقيق المعادلة دي إزاي؟ ممكن نلاقي ناس ناجحة جدا في مجال وفي نفس الوقت شايفة أنها عايزة تشتغل في مجال تاني، وممكن نلاقي شاب عنده مواهب كتير لكن كل ما يروح لوظيفة يقول حظي مش حلو. ايه المشكله وازاي نقدر ان احنا نوفق احتياجات سوق العمل مع اعداد الخريجين من كليات كتيره، خاصه انه الدنيا اتغيرت، التكنولوجيا طغت بشكل كبير على سوق العمل. موضوع كليات القمه وانه المجموع العالي لازم يدخل الكليه الفلانيه او الكليه دي، الموضوع ده طبعا تراجع خاصة عند الأبناء والبنات لأنه هم شايفين الدنيا بنظرة أخرى قد تكون أقرب للواقع وقد تكون عصرية. هنفهم الموضوع بشكل أكبر مع ضيوفنا وضيوفكم. برحب من على يميني بالمهندس حسن عبد القهار مدير الموارد البشرية والاستشاري المهني، أهلا بحضرتك يا فندم. والأستاذ المهندس أكرم مروان المدرب التكنولوجي، أهلا بيك يا فندم. وفي نفس الوقت حضرتك مدير شركة متخصصة للتدريب والتوظيف. وبرحب بالمهندس معتز مناع مهندس الاتصالات، اهلا بحضراتكم. وحضراتكم يعني كلكم مهندسين بتشتركوا في عمليه التدريب والتوظيف والخبره في تطوير المهاره في مجال الاتصالات، المجال التكنولوجي، وفي المهارات المطلوبه كمان للشركات ليست فقط المحليه ولكن الدوليه. هبدا مع حضرتك يا استاذ اكرم مدير لشركة متخصصة في التدريب والتوظيف، بشكل عام المطلوب ايه من الشباب؟ بما ان حضرتك بخبرتك قابلت ناس كتيرة ومختلفة في الثقافات وفي الشهادات كمان، يعني سؤال كبير شويتين ثلاثة فانا همسك جزئية منه بسيطة. طبعا دايما بنقول للشباب اي حد بيجي لان انا بحاول اقدم على شغلانة معينة وبحاول وبقدم فيها كتير محدش بيكلمني، بحاول اعمل انترفيوز ما بتقبلش، فدايما بنبدا الاول بسؤال هو انت مختار الوظيفه المناسبه ليك ولا لا؟ وده توبيك او يعني موضوع كبير قوي. فاول خطوه هو محتاج يعملها هو ان هو يبدا يحدد هو ايه الوظيفه الانسب ليه، ودي ليها تقنيات وفنيات مختلفه يمكن حسن يقدر يغطي التوبيك ده بشكل مستفيض، لكن دي دايما اول خطوه انه انا محتاج احدد الاول ايه الشغلانه اللي تناسب شخصيه اكرم، امكانيات اكرم، السكيلز بتاعت اكرم، البرسوناليتي او الشخصيه بتاعت اكرم، القيم والحاجات اللي هو بيهتم بيها. دي اول خطوه احدد ايه الشركه او الشغلانه اللي عايز اشتغلها، فدي اول خطوه. لو انا خلصتها او انا فعلا مقرر ان انا عايز اشتغل وخلاص ده كتير جدا طبعا، هو انا بدور على شغل. طب بدور على شغل في مجال ايه؟ انا ودايما بنقول حضرتك بتحطه على الطريق الصحيح، يعني هو محتاج الاول يعني. محتاج الاول يقول هو انا محتاج اختار الوظيفه دي ازاي. بنبدا بقى نعمله ده عن طريق مجموعه من التستس، مجموعه من الاكزامز، مجموعه من الاسسمنتس اللي هي الاختبارات والحاجات التقييميه عشان يبدا يعرف شخصيته تتناسب مع انهي نوع من الوظائف او انهي نوع من المهن. دي بتبقى اول خطوه. الخطوه الثانيه لو هو خلاص قرر انا عايز اشتغل، انا مثلا مهندس وشفت مجالات مختلفه وعرفت السوق فيه ايه وقررت والله عايز اشتغل مهندس صيانه، بنبدا نقول طيب انت محتاج ثلاث خطوات بعد ما انت قررت تشتغل ايه تبدا تشتغل عليهم. اول خطوه دي من اهم الخطوات وهي المهارات الفرديه او المهارات الشخصيه، البيرسونال كومبتنسز، يلاقيها دي لازم يشتغل عليها ان هو يطورها قوي، وخاصه لو انا لسه طالب. من اكتر الحاجات اللي احنا بنقول للشباب عليها وانا لسه في الكليه محتاج تركز قوي ان انت تخش في انشطه طلابيه، ستودنت اكتيفيتيز، كميه الانشطه الطلابيه بتكشف بقى عن مواهبه، بتعرفه بمواهبه وبتخليه يطورها. فانا مثلا دايما بنيجي في الشركات العالميه نسال اسئله، ودايما بنقول الانترفيو المشهور في الشركات العالميه اسمه كومبتنسي بيسد انترفيو، انترفيو مبني على صفاتك الشخصيه ومهاراتك الشخصيه. فدايما بنقول له احكي لنا موقف كان عندك مشكله حضرتك كنت زي. مدير سابق لواحده من الشركات دي، الشركات العالميه، واحنا ودايما واحنا بنقول واحنا في الشركات لما بنيجي نعمل انترفيوز دايما بنسال الولد احكي لنا موقف كنت فيه ليدر، كنت فيه قائد. طب انا طالب لسه متخرج من الكليه،
انت كنت همر بالتجربه دي لو ما دخلتش في نشاط طلابي او في خبره معينه اكسبتني مهاره الرياده او مهاره القياده. فدي اول خطوه بنقولها، انت محتاج تخش في انشطه طلابيه طول ما انت في الكليه عشان تكتسب مهارات فرديه تساعدك في الشغل. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه ان هو محتاج يتملك اللي بنسميها فوكيشنال نوليدج او المعرفه المهنيه او التقنيه. انا عايز اشتغل في مجال الصيانه، محتاج ابقى عارف يعني ايه الصيانه، ايه انواعها، هعمل صيانه وقائيه ولا صيانه دوريه، هعمل الصيانه دي عامله ازاي، طب ايه السوفت ويرز او الابلكيشنز او التولز اللي انا ممكن استخدمها، ايه الشهادات الدوليه اللي في المجال ده. وتالت حاجه ودي طبعا اكبر مشكله يعني اللغه. اللغه دي كارثه يعني كبيره شويه. بس ليه يعني بقى؟ لان لو انا عندي اول اتنين، لو انا بيرسونال سكيلز بتاعتي مطوره ودخلت في انشطه طلابيه وخدت تدريبات في الصيف في شركات، فالاتنين دول انا عندي شاطر فيهم قوي، وعملت انترفيو او مقابله شخصيه مع حد اجنبي وفي الاخر بيقول لي انتروديوس سيلف ان انجلش، فسكت او مش عارف اعبر عن مهاراتي دي باللغه الانجليزيه. ومعظم الشركات العالميه بتبقى محتاجه ان انت تعرف تتكلم. حضرتك بقى مهمتك بتبلغه بس بالنقطه دي، ولا ممكن برضو يعني تدله ازاي ده ينميه ويطوره وتساعده؟ طبعا ده دورنا بقى ان احنا نبدا اخد معاه في خط كل خطوه من دول، من اول خالص السيلف اسسمنت اللي هو عايز اعرف نفسي وعايز اعرف السوق وازاي اطور البيرسونال سكيلز او الفوكيشنال نوليدج او الحته بتاعه اللغه، ببدا بقى احطه في كل واحده من دي، ايه الورك شوبس اللي هو ممكن يعملها، ورش العمل هو ممكن يشارك فيها، الكورس اللي هو محتاج يعملها، السيرتيفيكتس اللي محتاج ياخدها، وهكذا. طيب اخدنا اهو فكره واضحه عن الموضوع وازاي الناس ممكن كشباب يعني يعدوا نفسهم لسوق العمل ويكونوا على درايه باللي محتاجينه لسوق العمل من مهارات. طيب استاذ حسن، هو سهل انه الشاب اللي كان في شغل ما وناجح، وده الحقيقه انا ساعات بشوفه في الظروف دي وبشوف انه يغيره علشان مش عاجبه مثلا، انه ما ترقاش بقاله فتره، انه فلوسه ما زادتش، يعني اكيد حضراتكم بتمروا باسباب اكتر صحيح. من كده، لكن انا بحكي عن حاجه مثلا شفتها، فلو دخلت معاه في نقاش يقول لا انا لحد كده وستوب، انا عايز شغل تاني. طيب ما دلوقتي يعني الافضل ليك انك تستمر على الاقل لانك انت لك خبره في المكان ده. مزبوط. يعني ده سهل انه ممكن يغير فعلا طبيعه العمل او المكان في التوقيت الحالي. بصي، هو الاجابه المنطقيه هو مش سهل، يعني لو الرد هو مش سهل خالص. هو اصلا اختيار الوظيفه المناسبه او اختيار اللي انا عايز اعمله او عايز اشتغله هو اصلا مش سهل خالص، بس مش مستحيل. وان انت تغير الوظيفه بتاعتك او تغير مجال شغلك، هو دلوقتي طلعت كل الحاجات، المنظمات اللي بتعمل ريسيرشز على الوظائف والتغيير بتاعها، طلعت ان كل واحد ممكن يغير من 4 لـ5 شغلانات في العمر الوظيفي بتاعه. فهي بقت اسلوب حياه. ليه؟ لان انت يعني لما نيجي المعتزه ونتكلم على التكنولوجي وتاثيرها على الوظائف، هي في وظائف كانت موجوده وما كانتش موجوده. مثال سريع جدا زي الحاجه بتاعه الفيسبوك لما طلعت وبقى في حاجه اسمها سوشيال ميديا مثلا. فهو الكلام ده ما كانش موجود زمان. الناس اللي هي تقعد تشتغل على البيج بتاع مثلا سي بي سي، فالشغلانه دي ما كانتش هتبقى موجوده غير بوجود ده، وما كانتش موجوده زمان، فطلعت حاجه جديده فاصبح الناس تمتهنها. بس خلينا نقول ان هو مش مستحيل وسهل، بس ليه خطوات وليه منهجيه. المشكله ان احنا بنقوم داخلين شغلته مره واحده ويبقى عايز فجاه صح. يشتغل في مكان تاني. دايما بنقول للناس ان هو انت عايز تمشي، انت كنت ماشي في طريق عايز تحول الطريق الموازي ليه على طول، بس عشان تحول لازم تعمل زي كوبري. ايه الكوبري ده؟ هو بقى الخطه بتاعتك. طيب اول حاجه لازم تعرفها، هو انت مبسوط ومش عارف تترقى في وظيفتك او تنجح في الشغل في الشركه، ولا هو انت مش مبسوط؟ لان تفرق كتير قوي. لو انت مش عارف تنجح في شركتك وسقفك وسق مديرك فوقيك، فخلاص انت مش عارف تترقى، تروح تترقى في شركه تانية، بس هتروح على نفس الوظيفه مفيش مشاكل. بس في حاجه تانية، ان انت ممكن تكون اصلا مش حابب الشغلانه، فمش حاببها دي انت مش هتروح الوظيفه دي في الشركه تانية. دي نقطه مهمه، لانه اساسا اسباب ترك وظيفته الاولى ده سؤال اعتقد بيوجه ليه في الوظيفه الجديده. صح. فممكن صح الكلام ده، فممكن طبعا لما يعرفوا ان هو سابها لمجرد انه في حاجه مش عاجباه، انه اترقى ما ترقاش، فلوسه، اي حاجه، مرتبه، ده كله برضو بيعمل مشاكل في الوظيفه الثانيه، او بيعمل قلق يعني للشخص اللي بيمتحن. غالبا بيعمل قلق، بس لازم يكون هو عنده فعلا اسباب منطقيه واسباب هو مؤمن بيها، مش اللي هو انا سبت الشغل وخلاص. ليه مش عاجبني؟ طب يعني ليه مش عاجبك؟ ما تلاقيهوش عنده اجابه ليه مش عاجبني. بس
بيأثر عليه في الوظيفة الجديدة، بيأثر عليه طبعا في الوظيفة الجديدة، ما كانش حاضر بالإجابة زي ما حضرتك بتقول صح. وكمان كون كمان ان هو راح وظيفة تانية ومش عارف اذا كان هيحبها ولا لا، لو هو مش حابب وظيفته الاولانية. فرجوعا للسؤال بتاع حضرتك، حتة الكارير شيفت او ان هو يغير الوظيفة بتاعته لوظيفة تانية مع النجاح اللي هو فيه، فاول حاجة لازم يحدد هو مبسوط ولا مش مبسوط. لو افترضنا ان هو مش مبسوط طب عايز يغير، فزي ما قلنا بقى في خطوات ومنهجية. اول خطوة زي ما اكرم كان بيتكلم، حتة ان انت تعرف نفسك، تعرف هو انت عايز ايه، ايه اللي انت تنفع فيه. يعني مثلا لو واحد بيحب يتكلم مع ناس كتير ويتعامل مع ناس كتير، فممكن مثلا يشتغل مذيع او مذيعه، فممكن مثلا يشتغل حاجه زي سيلز او مبيعات، لكن عمره مثلا ما يروح يشتغل قدام كمبيوتر، هيزهق. طب لو واحد بيحب مش هينتج يعني كمان، يعني هيبقى اداؤه اضعف بكتير. وحتى لو انتج هو هيبقى انتج وهو مش مبسوط. عارفه انت شغاله شغلانه مش مبسوطه فيها، هتنتجي عشان انت بتعرفي تشتغلي، او احنا بنعرف نشتغل وهو كويس الشخص، بس هو مش قادر يكون مبسوط في الحاجه اللي هو بيعملها. فاول حاجه يعرف نفسه عشان لما يجي يختار وظيفه يبقى بيحبها. بس طبعا عشان احنا مش هنشتغل بالحب، فمش هينفع اللي هو انا اروح لشركه اقول لها والله انا بحب الوظيفه دي فشغلوني، فمش هينفع. فلازم يعمل ايه؟ لازم يكتسب بقى الحته بتاعه المهارات. فعاده لما حد يبقى شغال 4-5 سنين وعايز يغير مجال الوظيفه بتاعته، بنقول له حاول تعمل الوظيفه اللي انت عايز تروحها بجانب الوظيفه بتاعتك كهوايه، كعمل تطوعي، كبارت تايم جوب، حاجات بقى بجانب الشغل بتاعك لغايه ما تتملك وتاخد الشهادات بتاعتها وتدرسها على الاقل دراسه جاهز. وتبقى جاهز تروح تقدم ساعتها. اتكلموا في السلوك كمان، في التعامل ما بين الناس، ان في ناس بتسيب المكان مثلا عشان متضايقه يعني من اشخاص معينين، ده اكيد مطروح برضو موجود. يعني مطروح طبعا، لان يعني في ناس كتير ممكن بما اننا بنتكلم في تغيير في تغيير المجال يعني. طبعا هو الفكره كلها ان دي بتقابلنا امتى؟ بتقابلنا اللي بقاله اقل من 5 سنين شغل. ليه؟ بيبقى لسه متعود صحيح. مثلا الجامعه كون اصحابه، كون الشله بتاعته بكلهم نفس التربيه تقريبا، نفس الدماغ او كده، راح على شركه مش هو قادر، مش بيختار مديره، مش بيختار زميله، فبنقابل فعلا مشكله. طيب استاذ معتز، مهندس اتصالات، ولسه دلوقتي كنا بنتكلم في انه التكنولوجيا قدمت وظائف جديده اساسا حقيقة. وعلى فكره هي وظائف هامه طبعا ولا غنى عنها تقريبا دلوقتي، خاصه لو كنا بنتكلم عن منشات ومؤسسات فعلا واشخاص كمان، يعني بقوا بيحتاجوا انه حد هو اللي يدير صفحتهم او الرد على الناس الى اخره. ايه بقى التغيرات اللي طرأت على سوق العمل؟ قد ايه التكنولوجيا ساهمت في التغيرات دي؟ طبعا هو دلوقتي زي ما كان حسن واكرم بيقولوا، الموضوع يعني بيبقى في حاجات بتحصل في العالم بتخلي الدنيا تتوجه لمكان معين او لاتجاه معين في الشغل. ايوه. فحاجه زي ما كان حسن بيقول كده، سوشيال ميديا، لو كان حد من 10 ل 15 سنه جاي قال لك هشتغل سوشيال ميديا مانجر مثلا، ايه ده ايه الشغلانه دي؟ محدش هيبقى فاهم اصلا. نفس الكلام لو حد قال من 50 سنه ويب ديفلوبر، يعني ايه مبرمج شبكه؟ يعني ايه هعمل ايه ده؟ بعمل ايه؟ محدش فاهم الكلام ده. فدايما بيبقى في حاجات بتبين ايه اللي هيحصل قدام. يعني مثلا في حاجه اسمها منظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، ده بيطلع بحث كده كل سنه بيقول ايه مستقبل الوظائف. فالبحث اللي طلع السنه دي بيتكلم على مستقبل في خلال 5 سنين اللي جايين، احنا رايحين فين. فتلاقي ان معظم الشغلانات متجهه ناحيه الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، الروبوتس، الحاجات دي. ليه؟ علشان هو ده اللي السوق محتاجه في كل المجالات. يعني مش بتكلم مجال الاتصالات بس او مجال الانفورميشن تكنولوجي او الاي تي او كده، انا بتكلم في كل المجالات، حتى ايفن الحاجات الغذائيه، اي حاجه في الاخر انا عايز حاجات تبروسس او تتعامل مع الداتا الكتيره، البيانات الكتيره دي، واقدر اعمل الذكاء الصناعي، اقدر اوفر وقت، اوفر مجهود، اوفر حاجات كتيره جدا، اقدر اوصل للسوق بسرعه وابيع واكسب اكتر. فهو ده المستقبل اللي جاي كله، جاي في الحته دي. وانا طبعا يعني يا ريت لو الشباب يقدروا يخشوا يشوفوا الحاجات دي على الانترنت ويسيرشوا عليها، لان فيها كم داتا وكم بيانات يقدر يساعدهم في انه ازاي يدور على السكيلز بقى اللي كان اكرم بيتكلم فيها. ايه السكيلز اللي انا محتاج اتعلمها سواء بيرسونال او تكنيكال عشان اقدر اشتغل الشغلانات دي. انا دلوقتي شغال متخرج من كليه، ايه اللي ناقصني من مهارات علشان اعرف احقق نفسي في المهنه بالزبط. دي يعني لو متخرج من كليه هندسه انا باخد شويه حاجات في الجامعه وعارفها، طيب هي الحاجات دي هشتغل بقى ازاي؟ هتشغلك، بس لو انت عايز تشتغل في حته معينه لازم تعرف الحته المعينه دي عايزه ايه. مؤسسه اكبر بالزبط. معروف عنها انها ناجحه مثلا، وعلى حسب كمان نوع الشغلانه اللي جوه الشركه. يعني الشركه دي لو شركه مجال اتصالات مثلا زي المجال اللي انا بشتغل فيه، ايوه المجال ده جوه الشركه الواحده فيه مليون وظيفه، فانا هشتغل ايه؟ هل صيانه؟ هل انتاج؟ هل ايه بالظبط؟ فانا عشان ابقى عارف انا عايز ايه لازم اعرف الحاجات دي مطالبه ايه؟ ايه السكيلز المطلوبه فيا عشان اقدر اشتغل الشغلانه دي؟ فلازم اسيرش واشوف ناس شغاله الشغلانه دي عندها ايه؟
ادخل مثلا على حاجه زي لينكد ان، ده سوشيال ميديا للوظائف للتوظيف وحاجه بروفيشنال جدا. ادخل اشوف مثلا شركه، اي شركه من شركات الاتصالات مثلا، انا مهندس اتصالات، اي حد شغال فيها بيشتغل شغلانه معينه بياخد سيرتيفيكتس عامله ازاي، بيدرس ايه، عنده سكيلز عامله ازاي، واحاول اطور من نفسي علشان اقدر اقدم في شركات زي دي. فاصل قصير ونرجع ونكمل كلامنا. خليكم معانا. المهارات المطلوبة حاليا في سوق العمل بعد تغيرات كتير بنعيشها أكيد اختلفت، وأكيد الحوار بيدي فرصة إن احنا نعرف الاختلافات دي وإزاي ممكن نعمل معاها اتفاق من خلال تنمية المهارات، ومن خلال كمان الاكتشاف لكل شخص كشاب أو شابة مقدمين على العمل لمواهبه وأدواته اللي ممكن إنها تحقق له حلمه في وظيفة بيتمناها. خليكم معانا. في ناس كتير ممكن تقبل على العمل وهي شايفة نفسها في مكانة معينة وفي منصب معين ولا تتنازل عنه، ده بيبقى أول مشكلة بتقابله علشان يشتغل أساسا بقى في أي وظيفة. وفي مشاكل تانية كتير أكيد، خصوصا في التوقيت اللي احنا فيه اللي فيه متغيرات في سوق العمل، وفي أماكن كتير محتاجة الوظائف لكن ممكن يكون الشخص اللي مناسب للوظيفة دي مش موجود لأنه ما بيتقدمش ليها أصلا. أسبابه إيه؟ ممكن يكون مش شايف نفسه فيها في حين أنه دي موهبته الحقيقية، وده المكان اللي ممكن ينتج فيه ويساعد ويساهم في أنه يكون شخص لي مساحة مهمة في بناء هذا المجتمع في وقت إحنا كلنا محتاجين فيه أن إحنا ننهض بالوطن في المجالات المختلفة والمتعددة. برحب وبجدد الترحيب بضيوفي الكرام. هستثمر الوقت المتبقي في أسئلة سريعة عن الحالات اللي بيشوفوها وبيقابلوها، وقد إيه الشباب ممكن يكون واعي للكلام بقى اللي احنا بنقوله ده كله، ولمتغيرات سوق العمل وللمواهب اللي موجودة في شخصيته. أستاذ أكرم سريعا وفي نقاط واضحة، يعني أهم ما هو مطلوب دلوقتي في أي شخص بيتقدم لي الوظيفة بعد حضرتك ما قابلت ناس كتير من الطرفين، من اللي عايز عمله مش لاقي يعني كمكان أو كمنشأة ومؤسسة لأنه اللي بيتقدموا مش مناسبين أو مش عايزين يتوظفوا في المكان ده، ومن الطرف الآخر وهو الشاب أو الشابة اللي بيتقدموا الوظائف من خلال حضرتكم؟ طيب انا اقول لك يعني في نقط برضو سريعه من وجهه نظري. يعني اول حاجه هو محتاج الشباب سواء كان في الجامعه او اتخرجوا يبقى عندهم شويه وعي بشويه معايير اختلفت في السوق. فندي شويه امثله. اول حاجه انه في ريسيرش اتعمل ونشرته هارفارد بزنس ريفيو بتقول انه 72% من الشباب اللي بتتخرج من الكليه ما بتشتغلش في مجال دراستها. فانا مش على طول اول ما يجي في دماغي انا اتخرجت من هندسه فالمفروض اشتغل مهندس، لان ببساطه شديده جدا ويعني احنا شايفين ثلاثه اثنين منهم مشفتين على طول معانا. بس مهندس معتز مهندس اتصالات زي ما هو هو الغريب بس ان هندسه يعني كليه يعني من كليات القمه وكليه دراستها طويله وصعبه. ايه بقى السر في الموضوع؟ لانه اختيارنا كلنا الهندسه من ايام حتى ثانويه عامه احنا بنختارها لان احنا كنا بنحب الماث رياضه. ده حقيقي جبت تقدير في الرياضه فلازم تدخل هندسه. هندسه التطور الطبيعي يعني معروف. فمع ان اللي بيحب الرياضه والماث ممكن برضه يشتغل محاسب. هي بالظبط هي بالظبط. ممكن يشتغل ايكونومكس واقتصاد وعلوم سياسيه، وممكن يشتغل علوم ويشتغل في كذا حاجه، ممكن يشتغل في كمبيوتر ساينس ويشتغل في الداتا في البيانات والتحليل. فاحنا لان الاهالي طلعت بتقول لنا لا انت في كليات قمه، وطبعا كليات قمه دي يعني ازمه كبيره لان ما فيش حاجه اسمها كليات قمه، الشغل لا يعترف بحاجه اسمها كليات قمه خالص، وحسن يقدر يضيف اكتر في الحته دي. لكن في عجاله انه اول حاجه انت مش محتاج تربط نفسك ان الشغل مربوط باللي انا اخدته في الكليه. 72% من الناس بتغير شغلها مش على الكليه بتاعتها، بتشتغل حاجه غير الكليه بتاعتها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه محتاج يبقى عندك وعي بالسوق نفسه بقى، زي ما كان معتز دلوقتي كان بيتكلم انه ازاي احنا في تطور والتكنولوجي بتغير مجال الشغل بتاعنا. هو كمان محتاج يكون عارف الشركات. دايما بنسال السؤال ده في اي ندوه في اي جامعه، يا جماعه في كام شركه عالميه في مصر؟ ودايما بنوقف في مدرج ممكن يبقى فيه 1000 طالب ونقول هو في كام شركه عالميه؟ محدش يقدر يقف يعد 50 شركه. دايما بنفاجئ الشباب ان في مصر يا جماعه في مصر في اكتر من 300 شركه مالتي ناشونال عالميه في مصر.
الشركات دي بتدفع فلوس عشان تدور على كفاءات، تدفع فلوس على لينكد ان وعلى كمية مواقع التوظيف الموجودة في مصر، المواقع الكبيرة. السنة اللي فاتت واحد بس من المواقع دون ذكر اسماء جاله ريفينيو ايرادات 18 مليون جنيه، الشركات دفعت 18 مليون جنيه عشان تدور على شخص مناسب للوظيفة، على شخص مناسب. فحاجة زي موقع زي لينكد ان احنا ممكن ننزل بوست باليوم ب $8، فالناس بتنفست في مصر بتدفع مصاريف كتيرة جدا عشان تدور على كفاءات. فاللي احنا بنقوله بقى ناحية تانية للشباب اللي بيدوروا على شغل، انت محتاج تبقى عارف الشركات، ومش بس عارف الشركات، محتاج تبقى عارف الوظائف اللي جوه الشركات. يعني معتز كان بيقول كده النهارده في شركات عملاقه وكبيره، ويكون بيدور صح كمان. طبعا ودي كانت تالت حاجه هقولها، هو عشان يعرف يدور صح هو محتاج يكون عارف الشركه ويعرف البوزيشنز او الوظائف اللي جوه الشركه. فانا ممكن يبقى عندي نفس الشركه فيها بوزيشن مثلا اسمه سبلاي نتورك اوبريشن اسوشيت مانجر، انا هشوف بوزيشن خمس كلمات اخر كلمه مانجر مش انا يعني اول اربع كلمات انا مش فاهمهم واخر كلمه مانجر يبقى مش انا على طول. فهيتفاجئ ان الشغلانه اللي قلتها دي ممكن يشتغلها واحد مهندس او عايزين فيها ناس مهندسين. طب انا لو مش عارف المسمى الوظيفي مش اقدم، ممكن حد يلاقي في شركات كتيره جدا وبالذات في مجال الاتصالات مهنه زي بزنس اناليست. فاول ما الاقي بزنس اناليست يعني محلل او مراجع في الاعمال او في البزنس، يبقى ده خريج بزنس. فنتفاجئ انه محتاج في المتطلبات الوظيفيه ان يكون عارف من لغه برمجه اسمها SQL. فلو اللي بيتخرج او اللي بقاله فتره متخرج مش عارف الشركات مش عارف الوظائف واحتياجاتها هيخرج تايه. واخر حاجه زي ما حضرتك قلتي هو ازاي بيدور وازاي الشركات دي بتعين، هو محتاج يكون فاهم الهايرنج بروسس. شركات كتيره جدا دلوقتي بقت في التعيينات بتعمل اختبارات، من اشهر الاختبارات اللي موجوده حاجه اسمها ريزنينج تيست، اختبار السببيه. بالريزنينج تيست ده في احدى الشركات العملاقه هنا في مصر نسبه النجاح فيه 11%. 11% ده رقم يعني مش كبير خالص، قليل قوي. فايه سبب ده مع انه الامتحان ده في مستوى الطالب اللي في ثالثه اعدادي، مشكلته ان انا مش عامل عليه ممارسه وعمري ما شفته، فبتفاجئ بيه في الشركه وفي ضغط وقت فما بعرفش اجيب فيه سكور كويس او نتيجه كويسه فبسقط. فالثلاث خطوات دول، اول حاجه من حته ان انا يبقى عندي وعي بالشركات وكميه شركات العملاقه اللي في مصر اللي بتفتح وكل شركه بتفتح في مصر جديده يبقى عارفهم، بلس يبقى عارف الوظائف اللي جوه الشركات، واخر حاجه بعرف السبل او طرق التعيين اللي جوه الشركات. استاذ اكرم حضرتك بتتكلم على اعمار معينه، ها بتتكلم على حديثي التخرج مثلا او اللي اشتغلوا لمده بسيطه؟ لا، حتى الـ حتى الـ حتى الـ حتى الاكسبيرينس بال 20 سنه. انا بقابل ناس وكتير فوق ال 20 سنه وما يقدرش يعرف شركات في مجاله، مش عارف شركات عملاقه في مجاله يعني. ودي امثله كتيره بس بدون ذكر اسماء شركات في نفس المجال ما بيبقاش عارف شركات اكبر او شركات قويه في نفس الحجم، ما بيبقاش عارف اسماء الشركات او مش عارف ان انا شغال الشغلانه دي فانا ممكن اروح للشركه دي بالشغلانه دي بس هو مسمى مختلف، هو مش عارف الاثنين دول شبه بعض، ودي بتحصل كتير جدا. طيب استاذ حسن، يعني المؤهلات مش كفايه، واضح لوحدها من الكلام. يعني الخبره موجوده برضو للقبول وللعمل، وهل هي تحدي اصلا في حد ذاتها كسؤال مثلا للطالب للشاب او الشابه المتقدمين للمهنه؟ طيب خلينا نقول ان هي الشركات معظمها يعني اشتغلت باكتر من مجال، ال كل المجالات او كل الشركات كان فيها اللي بيعينوا على اساس الخبره والتعليم. الخبره كانت بتاخد حوالي 70% من التقييم بتاع الشخص اللي متقدم للوظيفه، تمام. 20-30% بس بيتكلموا على الشهادات والتدريبات والحاجات اللي هو عارفها والمعرفه اللي هو عارفها. فبالتالي الشخص لو حاجه من الحاجات، الشخص بيبقى متخرج بيبقى يخش على طول يعمل ماجستير او دلوقتي اللي هي MBA ماسترز اوف بزنس ادمنستريشن اند سو اون، بقيت خلاص شهاده عاديه. فخلاص بقت شهاده عاديه دلوقتي، بلس ان هو لما بياخد الشهاده دي بيحس ان هو اتنفخ اكتر. ليه؟ عشان هو بينه وبين زمايله هو واخد حاجه اعلى، فمتوقع لما يروح الشركه مع ان هي بقت دي محتاجه بعدها شهادات لسه، دي محتاجه بعدها. ده هي بقت مجرد يعني باب لشهادات تانية. شهادات تانيه، دي حقيقه. فبالتالي بنقول لكل الشباب يا جماعه هي مش قصه شهادات ونحصل تعليمات ونعمل حاجات ونحط ايكونز ونحط حاجات وشهادات انا واخد خبره في كذا وتدريب في كذا، محتاجين الخبره لان الشركات مش هتعينك على شهادتك بس، هتعينك على خبراتك اكتر من الشهاده بتاعتك. ده مش معناها ان المعرفه والشهادات والتدريبات دي ملهاش لازمه، ليها لازمه عشان تتطور. لان لو انت دلوقتي محاسب ولسه بتشتغل بالورقه والقلم ودلوقتي في سيستمز طلعت
في التكنولوجي بتعمل الحاجات اللي حضرتك بتعملها، فانت مش هتتطور طول عمرك في وظيفتك. فبالتالي هو مش متاح دلوقتي، بس لازم تبالانس. دايما بنقول للناس حاولوا يا جماعه تعملوا موازنه ما بين التعليم والتريننج والتدريب اللي انت بتاخده ما بين الشغل اللي انت داخل عليه، وما تسيبش التعليم. سيبك بقى من التعليم بينتهي عند الجامعه، وان انت ما تدرسش بعديها، وان الطب بس هو اللي بيدرس كتير. لا، هو دلوقتي كل الناس بتدرس كتير. مستحيل مستحيل التكنولوجي حتى المعتز ممكن يفيدنا. التكنولوجي زادت قوي لدرجه ان هم طلعوا جراف، شركه كونسلتنسي يعني طلعت جراف، شركه استشارات، قالت ان تغيير الكيرف بتاع التكنولوجي والتكنولوجيا بتعلى كده، والبني ادم بيتعلمها سلحفه استمر كده سلحفه مش قادر يواكب التغيير دلوقتي. طبعا انت لا غنى عن العلم طول الحياه، وقل ربي زدني علما. استاذ معتز، اخيرا يعني كمهندس اتصالات بتشتغل في المجال ده، ابرز المجالات في قطاع الاتصالات اللي ممكن دلوقتي يكون يعني اي مشاهد يستفيد من حضرتك ويعرف ايه ابرز الفرص اللي موجوده في الفتره اللي احنا فيها؟ والله انا عايز ابدا كلامي من ان انا اكمل على اكرم وحسن. انا مش عايز اعيد كلام تاني، بس عايز اكمل في حته بتاعت ان احنا زمان برضو ما كانش فيه الدنيا مفتوحه جدا كده، ما كانش فيه لينكد ان، ما كانش فيه الكلام ده خالص، ما كناش بنشوف الكلام ده. فكان ان الواحد يوصل ان انا عايز سكيلز عامله ازاي، دي كانت معضله كبيره في حد ذاتها. واحد دخل هندسه علشان هندسه، وانا ما هطلع مهندس وبفهم في الرياضه وهكذا. فاللي بقوله دلوقتي ان في عندنا كميه حاجات على الانترنت والسوشيال ميديا اقدر بيها بسهوله جدا اعرف ايه اللي موجود، اعرف ايه السكيلز اللي محتاجها، اقدر ادور واخد كورسز اونلاين حتى. يعني في حاجات ببلاش مش هدفع فيها ولا مليم، واتعلمها واخد منها خبره، واخد فيها كمان براكتس بايدي اعمله، وابقى ده موجود عندي في السي في بتاعي وانا بقدم على شغل. طيب ايه الشغلانات اللي موجوده بقى، او ايه الشغلانات اللي بومنج اللي موجوده دلوقتي واللي بتبان اكتر دلوقتي؟ زي ما قلت، انا يعني نفسي كل حد بيسمعنا لو بيدور على شغل يدخل على الورلد ايكونوميك فورم، يسيرش على مستقبل التوظيف. مستقبل التوظيف ده ريسيرش موجود، تمام، يخش يشوف ايه اللي موجود. باختصار عشان ما اطولش عليكم، اكتر حاجه مطلوبه واكتر حاجات مطلوبه هي البيج داتا والارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي والروبوتكس والروبوتات، وازاي ابرمج الكلام ده وازاي اعمل الكلام ده، لان هو الدنيا كلها ماشيه لكده. مش معنى كده ان الشغلانه الثانيه مش موجوده ومش مطلوبه، مطلوبه طبعا، بس حتى طريقه الشغل نفسه بقت مختلفه عشان تمشي مع الكلام ده. لان في الاخر انا كنت بشتغل بورقه وقلم محاسب زي ما كان حسن بيقول، بشتغل بورقه وقلم، دلوقتي طلع برنامج بيعمل الكلام ده. هل انا ماليش لازمه؟ لا، ليه لازمه. ليه لازمه؟ انا اقدر احط ايه الطريقه اللي البرنامج يشتغل بيها. ايوه، اقدر ادرس ازاي الكلام ده يتعمل ببرامج. فالشغلانات طريقتها اختلفت. ممكن يدوروا فين تاني يا فندم؟ يدوروا لاي السايتس واللينكد ان زي ما كان اكرم بيقول، والمنتديات اللي بتتعمل والمؤتمرات اللي بتتعمل والحاجات دي. ايه اشهر الحاجات برضو تاني؟ كورسيرا ويوديمي ده لو على الكورسات، لو ازاي يدور على كورسز، في كورسيرا ويوديمي، لينكد ان نفسها عامله ليندا، في كذا فرص عمل. فرص عمل دي بقى كتيره جدا، كتيره جدا. اشهرها طيب عشان لو حد بيسمعنا وما كانش عنده فكره. لينكد ان رقم واحد، وفي ويب سايت للاسف من المصريين كده ما بيخشوش عليه، اسمه جلاس دور. وفي طبعا موقع مصري كبير وعملاق، وظف يعني يوظف من الويب سايتس اللي عامله طفره كبيره في حته توفير وظائف وفرص عمل. النهارده الصبح وظف كان عليه اكتر من 8000 فرصه عمل، وكل يوم بيبقى عندهم الاف فرص العمل. لينكدين النهارده عليه 3000 فرصه عمل النهارده. انا بس عايز اقول حاجه عشان ما يحصلش لبس حاجه في الاله حسن، الخبره مش مقصود بيها خبره اللي انا عندي سنين خبره. الخبره دي ممكن اكون انا طالب عندي خبره من انشطه تطوعيه، من انترنشيب يعني تدريب في السفر، من تدريب ناس كتيره دلوقتي تتدرب وهي بتدرس. انا مارست يعني مارست الشغل اللي شفته، وده مطلوب انه يتدرب وهو بيدرس دلوقتي. طبعا جدا كل التوفيق للجميع ولحضراتكم في عملية التوظيف والتدريب واكتشاف المهارات المطلوبة لكافة الشركات محليا ودوليا. بشكر حضرتك المهندس أكرم مروان، مدير واحدة من الشركات المتخصصة في التدريب والتوظيف، وبشكر حضرتك مهندس حسن عبد القهار، مدير موارد بشرية واستشاري مهني. شكرا لحضراتكم. بشكرك مهندس معتز مناع، مهندس اتصالات، شكرا جزيلا يا فندم. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على المتابعة. تصبحوا على خير.